أهلا فيك من أي مكان بتتابعنا بالعالم. أنا جدا 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 سعيد أنه تشاركنا اليوم احتفال بطريقة مختلفة على رأس السنة أو على الدخول بالسنة الجديدة بـ 2022. هذا الاحتفال رح يكون عبارة عن قراءة طاقية، رح نكون هنا مع يوتوبيا، فرح تشوفني مرات بتطلع على الكاميرا، مرات بتطلع على الناس على حسب. وبدي أحكي أكثر شو هي القراءة الطاقية عشان الشخص اللي عنده فكرة أو عنده معتقد إنه هذا الشخص معناته بينجم، هذا الشخص بيحكي بالمستقبل، خليني أوضح هذا الإشي عشان يكون واضح أكثر للناس. هلأ رح أعطيك إياها من الآخر زي ما بيحكوه. ما في شخص على وجه الأرض قادر إنه يتنبأ بالمستقبل. هذا الإشي لا يمكن يكون فيه سبب، لأنه المستقبل هو يخلق من طاقة الآن. المستقبل هو عبارة عن الخيارات والأفكار اللي أنت بتكررها، وأي شخص قادر يعمل نقلة. فممكن أجي أشوف شخص أقول له أنت هيك المستقبل تاعك، ولكن هو عنده الخيار كل لحظة يختار تايم لاين جديد أو خط زمن جديد ويغير الواقع اللي هو فيه. طيب شو هي القراءة الطاقية، أو خلينا نحكي مفهوم التنبؤ، مع أني ما بآمن بالتنبؤ بالطريقة اللي الناس بتحكيها، ولكن خلينا نحكي عن 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 الروح تاع هذا المفهوم. الروح تاع هذا المفهوم القراءة الطاقية هي عبارة عن أنت تقرأ الطاقة الحالية، فبتعطيك شبه توقع لأكثر احتمال عليه طاقة أصلا. يعني لو أنا أطلع على شخص هلا في حياته، هذا الشخص عم بيمشي بمسار معين، مثلا عم بدير باله على صحته، عم بيعين كوتشز لهم دخل بالصحة، شغوف على هذا الموضوع، عم بيقرأ كتب بالصحة، عنده اهتمام يعمل بيزنس لها دخل بالصحة، والنية تاعته الخدمة، والشخص عم ماشي بهذا الطريق. فممكن أنت تحكي إذا الشخص كمل بهذا الطريق أو بهاي الطاقة أو بهذا الأسلوب أو بهذا الذهنية، بعد سنة سنتين ثلاثة رح توصله بهذا المكان. هل معناته هذا الشخص ما ممكن يغير، ما ممكن يعمل نقلة؟ لا، أكيد ممكن، ممكن يغير، ممكن يقلب كل كيان حياته. تمام الصوت؟ أوكي. نفس الإشي بالوعي الجمعي. الناس عندها لما تقرأ طاقة الوعي الجمعي بتشوف زي ما بسموه بالإنجليزي themes، أو طاقات عليها أصلاً تركيز، أو عليها هاي الاحتمالية الطاقية عليها زي بث طاقي عالي، ففي احتمال كبير إنها تتجلى. هل معناته هذا الإشي محفور بالصخر؟ الجواب لا. ولكن مين تتخيلوا أصعب للتوقع، الشخصي ولا الجمعي؟ شخصي. لأنه الجمعي، لأنه عدد كبير من الناس عندهم هاي الطاقة، فتغيير الزخم تاعها بيكون أصعب ما شخص، لأنه شخص ممكن في لحظة يغير، فالوعي الجمعي بيكون فيه احتماليات عليها زخم. فاللي أنا بساوي بروح بقرأ الاحتماليات اللي أصلا عليها زخم طاقي عالي، وبحكي هاي الاحتماليات، عشان هيك هي اسمها قراءة طاقية. هلا كنت عم بحكي مع الناس هون بيتوبيا قبل ما يصير اللي ما بتسمى موضوع الصحة، عملت قراءة طاقية قبل سنتين، لا كانت السنة اللي راح تيجي 2020 وها وقتها، اوكي يعني بدها تكون بنهاية 2019، مش موجودة على الانترنت، ما كانت مصورة. فوقتها قعدت احكي انه هاي السنة راح تطلع كل الانسانية كل المخاوف تاعتها، زي كأنه في اتفاق جمعي بين الجنس الانساني يطلع كل المخاوف تاعته على السطح عشان يبلشوا يتعاملوا معاها. وبنهاية السنة راح يكون في ناس راح يدخلوا اكتر بالخوف، وناس راح يروحوا اكتر باتجاه الشجاعة. فلما حكيتها كان شعوري غريب، ليش هذا الحكي بيطلع، ولكن كانت هذا الاشي جدا جدا دقيق زي ما لاحظتوا شوية. السنة الماضية كان نحكي أكثر برضو عن التجليات، إنه السنة اللي رح يكون فيها تجلي سريع للشخص المركز، وإذا لاحظتوا في حياتكم برضو كان في كتير تجليات. فهي عبارة عن قراءة مرة تانية للوعي الجمعي. كيف بعمل هذا الإشي؟ بدخل في حالة معينة فبرتقي بالوعي، بقدر أتصل بي 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 بالجزء مني الأكبر اللي بيقدر يشوف الوعي الجمعي، بيقدر يشوف الموضوع من زي كأنها من عين أكبر، وبدخل في حالة معينة، فبصير أسأل أسئلة عن 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 شو رح يصير السنة الجاي، بتبلش تجيني الإجابات للقراءة الطاقية. عادة بعمل هذا الإشي مباشر، اللي اسمه تشانلينج، بعمله مباشر، بس هاي السنة اخترت أني ما أعمله مباشر، فعملته بالبيت عنا، وطلعت أكتر themes أو أكتر أشياء موجودة. مش رح أعطيك الورقة وخلص، مش PDF الموضوع. ف
بالنسبة لي هيك أنا حابه أكتر، لأني رح أقدر أوضح وأشرح على هاي الأمور، وإذا في أسئلة بالآخر بهذا الموضوع، مش موضوع ما له دخل بهذا الموضوع، تسألوني إياها. فرح أخلي هاي الورقة قدامي عشان كتبت الثيمز أو الأشياء الأكثر أشياء مهمة شايفها قراءة إلها بسنة 2022. جاهزين؟ توكل على الله؟ ندعس؟ يلا. أول ثيم أو أول بند كان واضح، وهذا أكبر 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 بند في كل البنود الخمسة، لذلك رح أبلش فيه، هو تغير مفهوم القوة. هذا كان جدا جدا كبير، يعني تقريبا كل الحكي كان حول ديناميكية تغير مفهوم القوة. فالشيء اللي كان عم بكون واضح أو رح يصير واضح عند غالب الناس، وأنا بحكي عن قراءة طاقية، رح يصير واضح عند غالب الناس، مفهوم القوة القديمة رح يصير له تدمير كامل أو تغيير كامل. هذا أول إشي ببلش عن طريق تغيير مفهوم القوة من مفهوم القوة الذكورية لقوة أنوثية أكبر. فاللي بيعتمد على القوة من خلال الدفع، من خلال الدفش، من خلال العزيمة البحتة، رح يشوف أنه 2022 ما رح تكون داعمة كتير لهذا النوع من الطاقات، ورح تكون داعمة لقوة مختلفة اللي هي القوة عن طريق التناغم مع القوانين الكونية. ماشي معاي؟ يعني الشخص اللي رح يقدر يبعد عن الضوضاء اللي بتصير برا، عن المخاوف اللي بتصير برا، ويبلش يرجع لقلبه، ويبلش يشوف كيف الكون بيشتغل، كيف الطبيعة بتشتغل، كيف الطاقة بتيسر الأمور، وبيقدر يتناغم معها، رح يبلش يحس بالضبط كلمة طلعت لي، انتصار داخلي. فالشخص اللي رح يبلش يحس القوة الحقيقية والنصر الحقيقي هو الشخص اللي رح يقدر يدخل أعمق داخل حاله، يقدر يفهم القوانين اللي حواليه أكتر وأكتر. هذا أول جزء من القوة. الجزء الثاني من القوة هو سحب الثقة من الأماكن اللي كان لها مصادر قوة، والرجوع لمصدر القوة الأصلي اللي هو خالق الحياة، أو سميها الكلمة اللي أنت بترتاح فيها. بمعنى لو شفنا بالسنتين الأخيرات صار في زعزعة، بداية زعزعة على مفهوم القوة، يعني كتير أماكن أنت شفتها ولا يمكن أنها تتزعزع، صح؟ إنه كيف يعني مطار يسكر؟ إنه هذا إشي لا يمكن، أو يصير مثلا اقتصاديا في زعزعة على الأمور، هذه الأشياء كانت عندك لا ممكن، أو كذا أو كذا. اللي عم بيصير أبلش يصير إنه الناس بلشت تشكك في الأماكن اللي حاطيتها كانت مصادر قوة، أو هذا الشخص بيعرف كل إشي، خلاص خليني أسلمه كل إشي، أو هذا الشخص عالم فاهم كل إشي في حياتي وفي نفسيتي وفي أعمالي، فخليني ألاقي الأجوبة من عنده. رح يصير زعزعة ب 2022، زعزعة جذرية كاملة مطلقة، نقلة غير عادية بمفهوم القوة. فرح تبطل الأماكن اللي كانت بعبع خارجي، أو الأماكن اللي هي مصدر القوة ومصدر الأمان، رح تبلش تفقد هذا الطابع، ورح يبلش مصدر القوة يرجع للقوة الذاتية. هلأ القوة الذاتية مش مين أكتر واحد قوي بالمباطحة، ولا مين أكتر واحد قوي بالبوكسينج، هذا جزء من القوة، ولكن القوة الذاتية تطلع من الشخص اللي بيقدر يأخذ خيارات متناغم مع حاله، الشخص اللي بيقدر يحلل قوانين الطبيعة. الكلمة اللي كان ضلها تطلع لي قوانين الكون، قوانين الكون، قوانين الكون، بمعنى الشخص المتناغم أكتر مع قوانين الكون هو الشخص اللي رح يبلش يحس أنه أقوى ومنتصر. هذا الشيء ما بعرف عنكم، بس أنا هلا حاسه عم ببلش أحس أنه في مرحلة من القوة الذاتية عم ببلش أدخلها ما عمري دخلتها قبل. يعني لذلك أنا جدا شاكر لكل اللي صار والتخنيق والول، عشان أنه فرجتني معدني الأصلي، فرجتني قوتي الحقيقية. يعني شخصيا الخوف عم بندثر تقريبا من كل كياني، وعم ببلش أشوف أني أنا متصل مع مصدر الحياة. من مين خايف؟ أنا متصل مع القوانين الكونية اللي بتحرك الكون، مش مع أراء الناس. لذلك رح نشوف تغيير جذري ونوعي لمفهوم القوة. فالشخص اللي رح يرجع لحاله أكتر، يتأمل أكتر، يخفف الضوضاء أكتر، ويلاقي ثقة أعلى وفهم للقوانين الكونية، رح يبلش يحس انتصار نفسي عالي، قوة ذاتية عالية. هذا التغيير مفروض يصير عشان يصير في استنارة بالمجتمع، لأنه كل ما تكون القوة خارجية مصدرة للخارج، كل ما الناس بتكون إيش؟
عبيد أكتر. وخليني أعطيكم معلومة أضيفها، أي شخص بتروح له وبطلب منك تصدر القوة تاعتك إله في إشي مش نظيف. وصلت؟ يعني اللي بيجي بيقول لك ممنوع تشكك في الأمور، بدك تأخذها زي ما إيش؟ زي ما هي. ممنوع تفكر في هاي المعلومة، بدك تأخذها زي شو؟ زي ما هي. ممنوع ممنوع ممنوع. هذا الشخص بيجي من جوع للقوة، هو بده إياك تكون عبد إله، بده إياك تسلمك الذهن. أي شخص فعليا واعي، معلم واعي، بيطلب من الناس هذا الإشي ولا بيعلم الناس تفكر؟ بيعلم الناس تفكر وتشكك، وتشكك حتى في كلامه، وتشكك في كل الأشياء اللي بيسمعوها. لأنه خليني أعطيك إياها قاعدة، الحقيقة بتخاف إنك تشكك فيها ولا لا؟ لا. مين اللي بيخاف إنك تشكك فيه؟ بالضبط، الشيء التكذاب الشيء الغير حقيقي، خلينا نرقي هالكلمة. الشيء الزائف دائما بخاف من التشكيك، تمام؟ فاللي بخاف انك تتساءل معناته هو ما مش مرتكز في الحقيقة. لذلك راح نشوف القوة الذاتية راح تبلش تظهر كعنوان كبير. شغلة تانية، راح نشوف ظهور القوة الفردية على القوة الجمعية. بمعنى كل سنين اللي قبل ما هم الناس ماشيين اعمل زي ايش؟ زي الناس، وانت بدأت تكون غير عن كل هالعالم. اوهو، يعني هم تعون الدكاترة، انت بدك تفهم ايش هو انت في اماكن معينة، اهو الهاي بدك تعرف اكتر منهم، او هدول الناس صارهم 30 سنة بدرسوا في هاي العقيدة، مين انت اللي تيجي تفهم اكتر منهم، تمام؟ ففكرة الشيء الجمعي او قوة المؤسسات الجمعية رح تبطل تفقد قوتها. انا ما عم بحكي عن اشياء رح تصير بين شخص وشخصين، انا عم بحكي عن اشياء طابع عام عم بتصير، رح تصير داخل النفس الانسانية، عم بحكي عن ايقاع معين رح يبلش يمر داخل النفس الانسانية. لذلك رح نشوف المؤسسات اللي كان عندها قوة رح تبلش تفقد، ورح ترجع القوة للناس. وهذا اللي مفروض ايش يكون، مفروض مؤسسات خادمة للقوة الذاتية. هذا الشيء حتى بنشوفه بالمدارس، اي شخص بده يبلش يعرف مصادر القوة اللي عنده اياها، الباشنز اللي عنده اياها، التفكير المستقل، الليدرشيب بكون بنطفئ، صح؟ هو انت بدك تفهم اكثر من استاذك؟ اكتشفت انه مش انه تفهم اكثر من استاذك، هو ما بفهم، معناته هو رايه هيك، من برمجته هيك، يمكن انا مش هذا الاشي اللي انا بدي اياه. ففكرة اني انا اسلم السلطة للاستاذ تاعي، هنا رح يبطل هذا الاشي جذاب للوعي الجمعي، ورح يصير فيه لا، طب انا برضو عندي قوتي الذاتية، انا برضو عندي رأيي، انا برضو عندي اسلوبي، انا برضو عندي فهمي، انا برضو عندي افكاري. وهذا اشي بشوفه كمان بالوعي، كتير ناس بتاخذ ذهنية المدرسة على ايش؟ على عالم الوعي. اعطيكم كيف مثال، كتير من الاسئلة اللي بتيجيني، ايهاب شو اول خطوة اعملها بعالم الوعي؟ او ايهاب شو الصح؟ هذا الاشي صح ولا ايش؟ ولا غلط؟ أحكي هيك ولا أحكي هيك؟ هاي ذهنية المدرسة، واحد زائد واحد اثنين، تمام؟ مع أنه مش مفروض أنت تتعلم واحد زائد واحد اثنين، مفروض تتعلم ليه واحد زائد واحد اثنين، مفروض تتعلم ليه أنا أصلاً بتعلم عن الأرقام، شو معنى الأرقام، شو هو الواحد، شو هو الواحد، وليش أصلاً واحد زائد واحد اثنين؟ عمرك أصلاً هذا السؤال تسألته فيه؟ وين؟ أسكت، عشان انت تفكر ان واحد زائد واحد اثنين، بس هو عشان حكالك. فاهمين اللي عم بحكيه؟ ما عم بحكي تروح بس انه تشكك بعوالم الرياضيات بس لهدف تشكيك، بس انا بحكي تفهم معاني الامور. فزمان اي مؤسسة خارجية من زي نظام التعليمي عندها كل القوة، الناس بيطلعوا بيصيروا يسألوا نفس الاسئلة على الوعي، بدل ما يطبقوا ويشوفوا ويلاقوا الطريقة والاسلوب المناسب لهم. لانه بالوعي ما فيش اشي اسمه واحد زائد واحد اثنين، انت بتطبق بتشوف النتيجة المناسبة لك وبتبلش تعدل وتنقح قبل ما توصل للنتيجة اللي انت بدك اياها. فهي زي معادلة انت عم تضبطها داخل نفسك، قدر عم تضبطه داخل نفسك، فهمتوا علي؟ فاذا حدا ضبطه في طريقة مش معناته نفس الطريقة، يعني اذا حدا بتأمل كل يوم مش معناته هذا الاشي رح يجاوب معك بنفس الطريقة. هلا اكيد في اشياء عامة، ولكن انا بحكي هذا الاسلوب رح يبلش يقل، اني انا احط مؤسسة برا عندها قوة خارجية، رح تبلش القوة ترجع للناس، القوة الذاتية. طبعا أنا بحكي عن الشخص اللي بيمشي في طريق واعي، الشخص اللي ما بده يمشي بهذا الطريق لا، هو رح يسلم زيادة.
شغلة جدا مهمة اجتني على مبدأ القوة الذاتية. أثر التنمر الخارجي على أي شخص عم بيمشي هلا في طريق قيادة رح يبلش يقل الألم والمعاناة النفسية له. خليني أفسر لكم. مين منكم هنا لما يروح على البيت وبلش يحكي عن إنه في 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 سيطرة عم بتصير، يعني واضح الموضوع مش بطل موضوع صحة، في في شيء في شيء كتير أكبر، وللي شايف أصلاً شايف إنه أصلاً مش موضوع صحة، ولكن خلينا نحكي إنه في سيطرة. غالب الناس انت شو هالتخلف اللي بتحكيه، انت زي في قمع صح. دور التنمر هاد رح يقل، رح يصير عادي، هاد رأيي وهاد رأيك، انت مش عاجبك رأيي حر انت. هذا اشي استشعرته من كتير ناس بالكوتشينج وغيرها بلش يحكولي اخر فترة، اقل من اسبوعين ثلاثة كتير ناس واصدقاء بيحكولي بطل عندي، ليش اسكت؟ يعني اذا واحد بس صوته عالي لازم اسكت؟ طبعا انا شايف اشي هو مش شايفه، فبطل بس اللي ببعبع وانت اهبل وانت غريب انه لازم اسكت. حتى ليش هاد بشوفه في حياتي، يعني هذيك مره كنت مع العيله عم بحكي ارائي بهاي المواضيع بطريقه انا كان شعوري شو اللي عم بحكي، ما في كان كثير مقاومه ابدا، عادي رايي. فلما حدا بحس انه بده عادي بقول له رايي. فاللي كنت عم بشوفه واحدة من الثيمز أو واحدة من الأشياء رح تكون ظاهرة ب 2022، رح يبطل في التنمر على أي شخص عم بعطي منظور أو فهم للي عم بصير هلا، تمام؟ زي ما كان بالسنتين الأخيرات اللي بيشكك بيسترجي يشكك بالعلم، ها؟ يشكك في، بتعرف هذا أنتي ساينس؟ أوكي، ترز ذا ساينس. هلا أول شيء كلمة ثق بالعلم هي كلمة مغلوطة، لأنه العلم أصلاً مبني على التشكيك بالأمور. يعني أنت بدك تثق بإشي هو أصلاً عم بقول لك ما تثقش بالأشياء. أحكي لكم مثال، قبل 100 سنة كان يحكوا أنه في مجرة واحدة درب التبانية، تمام؟ هلا إذا بتعمل ريسيرش مش متأكد من الرقم، فما تمسكوا علي كلمة. أتخيل يا 300 مليون يا 300 بليون مجرة موجودة، هذا نفس العلم في 100 سنة. هل معناته هذا الجواب نهائي؟ لا، معناته رح يضلوا يتفتح، يمكن تلاقي هذا بعد واحد وفي أبعاد كثيرة. فالعلم اللي عندنا يا أول شيء محدود بهاي الطريقة، وتاني إشي الناس اللي عم تحكي عنه علم هو الحواس الخمسة، هو العلم المبني على إيش؟ على الحواس الخمسة، على إيش اللي بشوفه بسمعه وبحسه. فأي إشي له دخل بالعالم العاطفي بالعالم الداخلي مش مشمول فيه، لذلك ما بنظر في جذر الأمور. فاهمين علي؟ أنا مش ضد العلم، أنا باحث في الوعي، فأنا ريسيرشر، أنا عالم في هاي الطريقة، مش عالم يعني أنا فاهم، أنا عالم معناته أنا ببحث في هاي الأمور، ولكن ما بتبحث فيها بس من نتيجة جوا اللاب، بتبحث بأنك تشوف الأمور بالطبيعة وتشوف المنظور والغير منظور. لذلك اللي بيحكي بهاي الأمور وذهنه تفتح رح يبطل عليه التنمر القديم، رح يبطل أنه ممنوع تشكك بالعلم، ممنوع تشكك بشركات الأدوية اللي بتحبنا كتير. ممنوع تشكك بكذا، ممنوع تشكك بكذا، ممنوع تشكك بكذا، ممنوع تشكك بكذا. لا، رح تصير تحكي لا، في ناس عندها أجندات، في ناس حاط الأرباح، ليش فجأة أنت الأرباح قبل كل شيء، ليش فجأة صرت حاطهم كأنهم هم إله على الأرض؟ فرح يصير في تشكيك ورح يبطل في التنمر، أو الكلمة جتني الشخص رح يبطل يتأثر نفسيا ومعنويا بالكلام اللي بنحكى، يعني رح يبطل إلها ألم، ومثلا أوكي عادي حر رأيه. منيح هذا الثيم؟ كويس بسطتوا له؟ أوكي. لا لذيذ الثيم زي سري. شغلة تانية هاي كانت برضو جدا قوية، اللي هي وضوح الحقيقة من الكذب، clarity. أوكي. مين كان في مرحلة في حياته مصدق كذبات كتير، بعد فترة صارت الكذبة توضح بأي موضوع، almost بتحسها بجسمك صح؟ في إنه الكذبة واضحة، ما يعني ما مش عشان وضلك اقنعني هذا علمي وهذا مش عارف شو وهذا كذا، في اشي مش راكب هون صح؟ او شخص بيجي بيقول لك مثلا انا بس بدي اساعدك بهذا الموضوع، بس تحس انه لا، في 350 اجندة ورا كلمة بدي اساعدك صح؟ او احنا شركة هدفها نفع الانسانية، بس هي لا تمثل النفع، تمام؟ او الشركات اللي هلا عم تعمل فاست فود وسكر كذا، بتروح بتحط مثلا دعايات على كريسماس انه قد ايه هي بتحب العيلات يكونوا مع بعض صح، والجمعه الحلوه وعيني عليك، صرت تتميز انه في شيء عاطفيا عم بتلاعب فيه، بس بطل يشبك، تمام؟ ليش هذا الشيء بيصير؟ بيكون اوريدي الفريكوينسي التردد الطاقي تاعك وصل لمرحله
صار يكشف الزيف من الحقيقة. أوكي، هي فريكونسي. هذا الإشي رح يصير على الوعي الجمعي ب2022. رح يصير الوعي الجمعي الإشي اللي مش راكب صعب إنه تكمل فيه. لذلك اللي إجاني ب2022 الكذبات رح تحتاج طاقة مرعبة عشان تكمل. يعني الكذبة رح تحتاج طاقة مليار مرة أكتر من زمان. تمام؟ حاسس دخيل على جنب. يعني خلينا أفسر لكم. ما بتلاحظوا إذا في إشي بيكون كذبة تلاقي عليه مرات بتظلهم يعيدوا الدعاية تاعته كل يوم وكل يوم وكل يوم ويتلاعبوا بكل الطرق ويجيبوا بيبي يحكي لأمه وهذا يحكي لكذا وهذا. لك بدي أحاول أدفش هاي الأجندة قد ما بتقدر، إنه خلص محروق الفيلم عندي ما ظلك تعيده، يعني عم تستهلك حالك، روح دور أحد تاني. فاللي طلع لي بالضبط إنه عادي كانوا ضحكوا كذا في خطوة سيريس مش مدرسة يا إخوان، تذكرت جنبي. أوكي، اللي طلع لي إنه رح يكون الكذبة صعب تستدام. هلا القوة الظلامية اللي بيسكلي مسيطرين على كتير من أنظمة الأرض، تمام؟ وهلأ آخر سنتين اللي ما بيعرف صار إيش يعرف، صار موضوع واضح صح؟ أوكي بطلت، يعني بدي تكون أعمى صوري بهاي الكلمة بدي تكون كومبليتلي أعمى إنك تفكر إنه كل الناس كل المؤسسات هي بتحبك وبتشتغل عشان مصلحتك، يعني في بابل خلص بدك تفقعها في مرحلة معينة. المهم بالضبط اللي طلع لي هم اوريدي بيقدروا يقيسوا الوعي الانساني، زي ما في اجهزه بتقيس الوعي، القوى الظلاميه عندها اجهزه بتقيس الوعي، فبتعرف الناس وين عشان تقدر تعطيهم الاستراتيجيه المناسبه. فهم عارفين ب 2022 انه الوعي ارتفع كثير، صعب جدا 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 انك تستديم الكذبات فيه. ماشي معاي؟ فاللي رح يساووه بدهم يضخوا خوف اكثر واكثر واكثر واكثر. ليه؟ لان الخوف هو الطريقه اللي اجمدك انك على الاقل تميز الامور. مين مرة لما يكون بحالة خوف بيعمل خيارات لاش سميها غبية، خلينا نحكي مش ذكية كتير. تمام؟ وأنا ما بحكي عن خوف اللي أنا عندي خوف من الببليك سبيكينج أحكي قدامنا، مش هذا الخوف اللي عم بحكي عنه. الناس لما تسمع كلمة خوف بتفكر آه أنا بدي أبلش بروجكت جديد عندي خوف، هذا طبيعي، جهازك العصبي أي شيء جديد مش مجربه راح يكون فيه خوف منه. تمام؟ أنا الخوف اللي بحكي عنه بالضبط الأنكزايتي اللي أنت قاعد بيتك وخايف مش عارف ليه، العالم مخيف. تمام؟ خايف أطلع من باب بيتي عشان العالم نفسه إيش مخيف. في آخر سنتين إذا لاحظتوا صاروا البشر يخافوا من بعد. تمام؟ أنت زي كأنك قذر، أنت فيروس مش أشوفك. وبحسها بشمها لترال بشمها like هيك unconsciously في خوف إنه في بني آدمين. تمام؟ وجيت على الأرض في بني آدمين، مش معلومة جديدة كانت. وما هو مش طاعون أسود الناس عم تلقح عم بتموت في الأرض، يعني خلينا نتفق على المعلومة. المهم الخوف هو اللي بيخلي الناس تشتري كذب كتير، فرح يحاولوا يزيدوا جرعات الخوف. تمام؟ خوف 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 أكتر، ولكن رح يكون من الصعب هذا إيش تستديمه. لذلك الحل لهذا الموضوع تفصل عن هاي التنشن والأشياء اللي بتصير برا وترجع لقلبك. يعني قد ما بتحاول المصادر اللي عم تيجي من هاي الأشياء، تعرفوا الباب اللي بيجيك منه الريح إيش؟ صح، سيستو السريح. أعطيه كيف أنا بعملها. مرات بيجي عبالي أحضر شغلة معينة، نفرض إشي كوميدي عربي ولا إشي بغض النظر شو هو. تمام؟ إشي زمان كنت أحضره وأنا صغير. فبتعرف لما تفتح إشي مشهور فجأة تاني يوم على اليوتيوب تكون صارك سنتين تفتح أشياء بالوعي بعدين بتروح في يوم بتتاكل على الألغوريثم لجين ما بيوعي بهبر. تمام؟ فضيحة مش عارف مين تلاقي بدأ بتنزل لك شعوري ما بدي أشوف هالأشياء. فشو بساوي أنا مثلا على اليوتيوب لما أفتح هالأشياء ما بدي تضلها تطلع لي كل ما أفتح، فبعمل شو؟ not interested غير مهتم وبرجع بكبس اكمل فيديو الاشياء اللي انا بدي اياها التريك عشان الالجوريثم او الخوارزميات ترجع لي الاشي اللي انا بدي اياه. في اشياء غريبه لما تكون تفاصل عن هاي العوالم وتكبس تشوف انه اوف شيت لسه الناس تفكر هيك لسه هذا الحوار اللي تركته من 95 في تشانلز كامله عم تحكي عنه. يا 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 انظر الى كيف تلبس كيف ترتدي المرأة في اوروبا. انا كشعوري خلص الموضوع لسه ما خلص. او الغرب كيف يفكر، خلص هذا الحوار قديم يعني استهلك نفسه. المهم فاللي راح شو كنا بنحكي
عن الكذبات. فعم بحكي لما انت اوريدي عم تفتح اشياء، مثلا انت حبيت تحضر اخبار مره، ما تضلك تخلي هاي البوابه فاتحه لانها راح تضلها تضخ. فانا مرات بيجي على بالي احضر اخبار من وعي، ما تعملوها يعني، بنصحكم. عم بشان مرات بعملها من وعي وبكون مسكر الانرجي وبحضر شغله معينه كومبليتلي كونشس، بعدين بسكر بعمل نوت انتريستد عشان ما بدي يرجع هذا الاشي يخترق الوول تاعي. تمام. فاللي عم بحكيك يا كل ما ب 2022 بعدت عن الدراما، عشان انه الانظمه الدراميه رح تحاول تحط فير فير فير، كل ما بعدت عن هاي الاخبار شو عم بيصير. انت سمعت هلا صار الويف ال 65 اوكي بلاج 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 اوت نوت انتريستد. تمام. يعني هل ما حد يجي يناقشني بالموضوع، وتش هذا شيء كثير نادر، اقول بصراحه ما عندي اهتمام. مع انه هاي المواضيع اصلا بطلت في عالمي، يعني ما مش متذكر اخر مره هذا الموضوع انحكى، ولكن اذا انحكى بكون فاصل عنه، يعني ما عندي اي انترست حتى اتناقش فيه. وصلت؟ لانه عارف هاي الدوامه مش دوامه تفتح وتخلص، هاي دوامه تاخذ الناس فيها. فالمهم خليك بجانب 2022 اللي بكون اقوى هو اللي باخذ وقت للسكون اكثر، لا يختبر العالم الداخلي اكثر، يخفف الدستراكشن، يخفف الضوضاء، يخفف منابع الطاقه، منابع المعلومات اللي برا، ويرجع للأشياء الراقية. بدك تسمع لناس، اسمع لتيتشرز بتحبهم راقيين، فريكوينسي حلوة. ما بدك تسمع لتيتشر بس تسمعه بتحس، طلع اسمع عليه، يمكنوا ناس تحكي كلمات حلوة، فرجيه كيف تميزوا المعلم اللي منيح من بلاش منيح من عاطل، معلم مناسب لك من لا بالضبط. إذا واحد بتسمع له بتضلك حاسس أنك ناقص، معناته في إشي أوف. تمام. بدك تطلع حاسس إنك to be honest like أنا حاسس حالي أقل من الناس، ناقص. هلا ما عم بحكي ما بتحداك، المعلم الحقيقي مفروض يتحدى البليفز تاعتك. تمام. ومفروض يفرجك انا بهذا المحل ما عم بعمل اكشن، اجي الوقت اعمل اكشن، بس مش دائما محل نقص 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 نقص. انا في ناس بسمع بحس انرجي زي كانه بغوص فيها، زي كاني حاس حالي كاني قليل ناقص ماليش قيمه. مفروض تحس شويه حب، شويه على الاقل، شويه هدوء، شويه بيس، وخليه يتحداك. بس مفروض برضو الاحساس يكون في شيء مريح. تمام. مريح مش معناته ما في تحدي، ركزوا بالكلمة، عشان ممكن الإيجو تاعك يصارع أو الألم تاعك يظهر للسطح، هذا تمام. ولكن ميز برضو المعلومات مصدرها من وين. لذلك 2022 اللي بأخذ سبيس أكتر، بغوص مع حاله أكتر، بتعمق أكتر، بأخذ وقت للسكون أكتر، يخفف الضوضاء الخارجية، رح يلاقي القوة. لأنه اللي بتدور عليه ما رح تلاقيه برا، برا رح تلاقي توهان، ورح تلاقي أنظمة برا عم بتتوه. أحكي لكم من الآخر. أوكي. بكل الثقافات الشرقية في إشي اسمها المايا، عالم الوهم الألوجن. المايا دائما تيجي لما تدور على أشياء برا، لما تفكر العالم الخارجي هو العالم الحقيقي، فبتروح بتدور على أجوبة برا، بتدور على أشياء برا، بتدور على الأمان وين؟ برا. بتدور على القيمة وين؟ بالسيارة. راح تضلك تدور مليار سنة بالسيارة وبالبيت وبهاي الصاحبة وبهاي الصاحب وبهذا البارتنر، هاي دور على إشي برا يضمن لك إنه قيمتك تكون موجودة، عمرك ما رح تلاقيها لحد تدخل جوا وتلاقي القيمة. ليش؟ حقيقية. بعدين كل الأشياء التانية بصير تسليك. تمام؟ فهي مش الفكرة العالم المادي مش موجود، لا، العالم المادي تكمالي، بس العالم الروحي هو الأصل، ومنه أنت بتصير تعطي. عملت فيديو على اليوتيوب حلو عن 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 عن, عن الأخذ والعطاء. إيش سمينا ميساء الفيديو؟ نسيتي؟ أنا نسيت. حطي لهم اللينك تاع الفيديو تحت. أوكي. خلينا نحط الفيديو، اللينك تاع الفيديو تحت. أوكي. هاي جدا جدا مهمة. شغلة تانية كانت عم تطلع لي، المقاومة اللي رح تكون ب 2022، نوعية المقاومة اللي رح تجيب نتيجة غير عن نوعية المقاومة اللي قبل. هلا في نوعين من المقاومة، المقاومة الجمعية نطلع نحكي لا ما بصير هذا الحكي، وهذا جدا 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 مهمة. تمام. بس هاي المقاومة مش لكل بني آدم، يعني مش مسار كل بني آدم انه يعمل هاي الشغلة، معاي بهذا الموضوع؟ بس المقاومة رح تكون مهمة لكل بني آدم ب 2022 هي انك ترجع وترتبط مع القوانين الكونية بغض النظر شو اللي عم بنحكى لك برا. يعني برا بقول لك خاف 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 خاف. تمام. في الويف 65، الويف 67، الهاي زادت، الهاي نقصت، الحالات خوف خوف خوف. لما ترجع لمحل مرتاح جواتك، ساكن جواتك، وانا ما بنكر انه ما عم بصير اشي، يعني مش غبي، يعني مش عم بنكر في اشي بصير، ولكن مفروض التعامل مع الامور على قدر الامور. هذا اسمه العدل النفسي،
العدل النفسي. بس لما يكون أمر هالجدة وأتعامل معاه إنه هالجدة في حدا عم ببرمجني أتعامل معاه إنه هالجدة وأعمي حالي وأظلني قاعد بالبيت ومرعوب طول الوقت عشان الخوف تاعك أعطل من أي إشي بصير جسميا ونفسيا بالضبط هو اللي بمرضك. فضروري المقاومة تأخذ منحة تاني بإنك تلاقي شيء أعمق. هلا الكلمة اللي طلعت لي بدي تركزوا فيها، طلعت لي أكثر كلمة هي رح يكون إلها أثر ب 2022 بمفهوم القوة والمقاومة وغيرها، كلمة الإيثار. فظلت تطلع لي إيثار إيثار، وإنترستنج مش كلمة بستعملها أنا أبدا بتاتا، فظلت طلعت لي كلمة إيثار إيثار. فلما سألت شو المقصد بالإيثار، هلا أنت الإيثار أنت بتأثر شخص على حساب حالك صح؟ سو مرات أنا بكون مثلا جاي عبالي هاي الشغلة وبعطيها لحدا، أو أم الأكلة بتعمل إيثار لأولاد، هذا نوع من الحب إلا مشروط طبعا، بده يكون متوازن بده يكون متوازن، مش إني بس بحرق حالي، ولكن فيها خصلة جدا جميلة هذا العطاء اللي أنا بعطي. ولكن المفهوم الإيثار اللي ب 2022 شوي مختلف اللي بحكي عنه. أنا بحكي عن إيثار المواضيع اللي أنت متعلق فيها لغايات أعلى، لنوايا أعلى، لقوانين أعلى. يعني أنا هاي المؤسسة كنت مؤسسة صحية بجيب كل معلوماتي منها، تمام؟ الإيثار النفسي بدال ما هاي المؤسسة أنا بعطي كل شيء، أنا بتخلى عن هاي الطاقة اللي بعطيها هون، بكون إيثار لألاقي معلوماتي من قوانين كونية أعلى. فهمتوا اللي عم بحكيه؟ تمام؟ هي نوع من التضحية، ولكن الكلمة بالضبط اللي جتني هي الإيثار. فكل ما يكون الإيثار تاعك باتجاه أشياء أعلى، يعني الأشياء اللي عم بتتوهني distractions، بدي أعملها إيثار باتجاه التركيز لرسالتي، تمام؟ فهو الإيثار باتجاه الرسالة. ناس خلص عم بتحس إنه يا أخي بطلوا يخدموك. وخليني أحكي لك غلطة ممكن توقع فيها. ممكن شخص أنت شايف عنده إمكانيات، تمام، وضلك على أمل على أمل إنه هذا الشخص يفتح، أو أنا بعلاقة 20 سنة عشان أنا شايف فيه هذا الشخص إمكانيات تغيير، تدخلش على هذا الأمل هذا إلوجن تاني، وهم تاني، عشان الشخص اللي بتعمق بالوعي بصير يشوف الهدايا اللي جوا الناس صح، بس مش شرط الشخص اللي قبالك يعيش هاي الهدية أو الإمكانيات تاعته. فأنت على أمل بلكي هذا الشخص طلع عنك. فالإيثار مرات تحكي إنه خلص خلص تضيع، خلص خلص خلص. هلا في ناس رح تفهم اللي عم بحكيه، اروح اسحق كل العلاقات في حياتي، امزق فاز بلش سحق فيها، مش الموضوع هيك. كل علاقه لها مكانها في حياتك، تمام؟ في علاقات خلص خدمت حالها عدي. انا وين كيف تربيت كلمه صحبه معناته واحد انت صدف، بلاش صدف، في صدفه الكون، انت كنت معاه بنفس المكان، فأنت كنت معاه بنفس الصف، بدأت تكمل معاه ل65,000 سنة جاية وإذا بتتركه أنت خاين. طب أنا ما تجوزت هذا الشخص مبدئيا، أنا ما يعني ما كان في قرار زواج، عادي شخص كان معاي فترة معينة، كنا صحبة، ما يروح باكله بعيد، كان صحبة مع هذا الشخص، دعمني ودعمته، تعلم درس مني، خلص الأمور تمشي. هلا إذا هذا الشخص بس عم يحسك ذنب، هاي مشكلته وليست إيش مشكلتك، تمام؟ وبرضه ما بدك كمان اشياء، مرات بدك تقطع هيك، بس مرات انه خلص هذا اشي خدم move on. فرح تشوف انه الحياة ب 2022 رح تدعم هاي الاتجاه، انك انت تتجه باتجاه التركيز مع حالك، الاشي المناسب والشيء المتناغم كونيا. لذلك اللي جاني رح يكون في نقلة بالوعي الجمعي من الخوف باتجاه الحب، والخوف رح يكون له سلطة اقل ب 2022. هلأ اللي جاني برضو رح يصير فيه زي كأنه فريقين في الناس، الناس اللي عم بيتجهوا باتجاه البعد الخامس أكتر، اللي هو خلاص الكذب صار مش حتى أنه صارت كذبة، ما عندي حتى اهتمام، فعم تنجلي من العالم تاعهم، تمام؟ يعني في مرحلة معينة أنت بدك تكشف الأمور للناس صح؟ بس ما بدك تضلك غايص بهذا الموضوع، يعني ما بدي يكون الميتريكس هو كل خطوة في حياتك، بدك أوكي عم بفرجي الناس بس بدنا نروح على النور، تمام؟ يعني لما أنا أفرجي الناس أوكي، خليني أعطيكم مثال، خلينا نحكي على النظام الطبي، تمام؟ وأنا مش إنه جاي أهاجم ولا إشي، كل إشي له مكانه، بنحكي على العدل صح؟ بس النظام الطبي مش مفروض يأخذ كل الأنظمة التانية، عشان ما عنده فهم بالطب النفسي، ما عنده فهم بالأكل. هلا
لما الطب ينعطى السلطة الكاملة للصحة الإنسانية. خلينا نتطلع الطب بشكله الحالي اللي بتدرس قديه بيدرس من أركان الصحة. فخلينا نحكي أركان الصحة الرئيسية أربعة: الحركة، صح، movement، الحركة والرياضة، النوم، الأكل، والصحة النفسية. بتعرف هدول الأربعة كم بتدرس منهم بالجامعة بالطب؟ زيرو. ناذا. روح إلى طب. هلأ الطب بدرس في الأمراض وفي المشاكل، هل هذا الإشي عاطل؟ لا، هذا الإشي مهم، تمام. وإذا صارت إميرجنسي، حالة طارئة، مهمة، بس ما بيقدر يجي يتسلط أني أنا ملك كل الصحة الإنسانية. لو هذا الشيء صحيح كان كل الدكاترة أوريدي عايشين بشع صحة. ما بتخدم المكتب. احنا عارفين انه موضوع على الغالب العكس. لذلك لما انت تصحى من الموضوع، مش ضروري اظني احكي لهاد الناس هيك طول الوقت، بدي ابلش اعطيهم لايت. اوكي، في 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 هيلينجز بدك تشتغل فيه، في صحه نفسيه. فيمكن اشوف انا دوري كإيهاب اعطي معلومات مثلا تساعد الصحه النفسيه عند الناس. مثلا واحد مثلا بالاعشاب هيربلست، تمام، واحد خيميائي بالاعشاب، فكل واحد ببلش ياخذ الدور تاعه. انت خلص شفت الاشي المزيف، بدك تاخذ الدور تاعك وتحترم الدور تاع الناس. فالطب يحترم دوره، هذا يحترم دوره، عشان يكون عندي كل الخيارات الجمعيه الشموليه، تمام. فراح تشوفه ب 2022، راح تشوف في ناس راح يشوفوا الكذب وراح يبلشوا يمشوا بتركيز بالاتجاه تاعهم. في ناس راح يضلهم ماسكين بالسيستم وراح يغرقوا مع السيستم. اوكي، خليني احكي صوره تحضرني الان. كل العقائد والتعليم الروحية، أنا بحكي عن التعليم الدينية، كل القصص فيها والأمثال هي رمزية. أوكي، اللي مش فاهم كلمة رمزية بأخذ الأمور بإيش؟ بحرف فيها، تمام. كل إشي بأخذوه بحذفيره، مع أنه كل شيء رمزي للسايكولوجيا تاعتك الآن. فلما نحكي مثلا عن الطوفان، هلا مش فكرة اني اشوف اذا هذا الحدث صار ولا لا، هي مش مسألة تاريخية، عشان ما رح يفرق معاك اذا الموضوع تاريخي صار ولا لا، فهموني. ما بدي اتدخل، بحبش ادخل في هاي المدارات، بس عشان اوصل لكم الفكرة. ولكن طوفان غرق، والمية لما تغرق اللي عنده قارب شو بصير؟ بيطلع. عيد مرة تانية، لما يصير طوفان اللي عنده قارب بيطلع ولا بينزل؟ بيطلع. فالغرق بفيده ولا لا؟ بفيده. فاهمين اللي عم بحكيه؟ اللعنة على كل الناس نعمة للواعي. الموضوع حسب طاقتك. اللعنة لكل الناس نعمة للواعي. أنا ما عم بقول لك روح دور على اللعنات، ها؟ مش بالحرفية اللي أنا عم بحكيها، اللي أنا عم بحكيه في ناس رح يضلهم غارقين بالسيستم وراح يغرقهم السيستم معاه، لانه السيستم القديم الظلامي اوريدي عم بغرق. فاللي ماسك فيه راح يغرق، بس الشخص الماشي بالنور هذا الغرق راح يرفع، راح يمله اسنشن. هذا الشيء انا اختبرته في حياتي السنتين الاخيرات. كل ما يكون ضغط اكثر، كل ما كان عندي قوه ذاتيه اكثر. كل ما يكون في كذب اكبر، كل ما صار عندي تمييز اكثر وحكمه اكثر. يعني بالسنتين الاخيرات انا بقدر اجزم انه التطور تاعي مليار مره اكثر من السنين اللي قبل. مين اختبر هاي الشغلة؟ حاس حاله صار أشرس. خلص يا عمي، شو بدي ضل مخبي؟ خلص، في شجاعة أكتر، تحكي الأمور زي ما هي، أوضح، عندك ذكاء، كيف تأثر، كيف تغير، صار عندك مسؤولية أكبر، تركيز أكبر، صح؟ هاي القصد إياها بفكرة الطوفان. لذلك خدها بدل قارب، خدها كنقلة بالوعي. فالغرق ما بخوفك، ولكن إذا حد عم بغرق وأنا بس ماسك فيه ممكن أنا أنزل معاه. فبدي أتعلم أحكي. في تنهيدات بالموضوع، وهي مش سهلة. دي اتاتشمنت، عشان في ناس خلص اوريدي بلاجد بالسيستم، ما بتقدر تنزل انت تحت المية وتضلك تشيل. That's not the time for it. هل الوقت انت تطفو وتلاقي بالنهاية الناس اللي طفت وتعملوا اشي جديد؟ ماشي معاي؟ حلو. بهذا الثيم، بثيم الوضوح، برضو طلعت لي جملة رح يصير في وضوح على بداية سيستمز جديدة بتنعمل، رح تعطي الناس ثقة أعلى. يعني إحنا بنحكي أوكي نظام التعليم، نظام التعليم رح يصير في أوريدي وضوح إنه عم تنعمل طرق أكثر بالتعليم غير بالتعليم. هلا مثلا حتى في جرين سكولز أو المدارس الخضراء، في مدارس اللي بتهتم بالطبيعة أكثر، بالاستدامة أكثر، بالتفكير أكثر. في ناس عم بيدرسوا ميستري سكولز، معلومات للوعي للأطفال، تمام.
فاوريدي عم بيطلع شيء بديل. البيزنسز الاورجنايزيشنز المؤسسات اللي كانت بس تطلع شيء عاطل هلا عم بيطلع رياده بديله، تمام؟ ناس عم بتطلع اشياء انت بتامن فيها، صح؟ فرح نشوف في وضوح للسيستمز البديله برا السيستم اللي هو كان مبين الماتريكس اللي هو حامل كل شيء. منطق اللي عم بحكيه حلو؟ شو رايك تاخذوا نفس قبل ما اكمل؟ بس خلينا خليني عشان بلاش يطلع الصوت على الكاميرا بليز. يعني كم مر وقت؟ نص ساعة؟ أكثر؟ 40 دقيقة. أوكي خلينا نضلنا داعسين. الثيم اللي بعده أو الشيء اللي بعده اللي كان واضح بالضبط الكلمة، نهضة لحركات الشغف. يعني الأشياء اللي passion based movement، يعني أي شيء معتمد على الشغف راح يكون فيه دعم أكتر. وصلت؟ يس يس. يعني الناس اللي عم بيمشوا أكتر ورا نقاط القوة تاعتهم، ورا الأشياء المهتمين فيها، ورا المواهب تاعتها، ورا الأشياء اللي بتلهمك وشغوف فيها، راح تشوف إنه هذا الشيء راح يزدهر أسرع ب 2022. ماشيين معاي؟ يعني ممكن أنت مثلا بتشتغل في مكان أكل مش صحي، بس أنت عندك باشن لأكل الصحي، راح تشوف جدا سهل إنك تعمل نقلة، سواء تروح على مؤسسة أو على رياديين بيأمنوا بالأكل الصحي وقيمهم متناغمة معاك، أو تفتح شيء لك. خليني أحكي جملة. أنا مش مع إنه كل بني آدم لازم يكون عنده بزنس على الأرض، اوكي؟ انا مش مع هاي الشيء، معناته كل واحد بيمسك بزنس وخلص بنضلنا كلياتنا بزنس اونرز. بالضبط. زي مش كل واحد مفروض يكون مدير تنفيذي، صح؟ بس طلع في ناس متعه حياتهم يكونوا تحت مؤسسه، الطاقه تاعتهم هيك ممتازه. في ناس بيحبوا يكونوا فريلانسر، انه عم بيشتغل إشي من لحاله بس هي مش بزنس كبيره، تمام؟ في ناس بحب يكون بزنس اونر، في ناس بحب يكون عنده مؤسسه كبيره، في ناس بحب يكون بزنس اونلاين، في ناس واو. فالفكره انت بدك تعرف شخصيتك، تمام؟ مشان شخصيه الريادي كمان، ريادي الاعمال بتطلب تتحمل كميات ستريس وتنتقل بين الصوره الكبيره والصوره الصغيره، واو. غالب الناس ما عندهم القدره على احتمالها، تمام؟ ولكن هون بدي احكي لك اياه، شو ما الخيار اللي اخترته مفروض يكون متناغم معك. يعني لو اخترت تشتغل مع مؤسسة، مفروض هاي المؤسسة تكون قيمها من قيمك، تمام؟ مش مفروض أروح أنا على شغل أنا الصحة عندي قيمة الأولى وأنا بشتغل في شركة دخان، لأنه المنتج اللي بيطلع بالنهاية له كارما، وأي واحد بحط طاقة في هذا المنتج، تسويق، عمل، هندسة، تفكير، استراتيجية، هو له جزء من الكارما بحسب النسبة اللي نحط فيها العمل. بتفهموني؟ كل شيء المخرج له كارما. فانت مش انه بس يطلع الدخان انت مالكش دخل فيه، لا لك دخل، الناس رح تتأذى، انت رح تاخذ جزء على حسب انت قد ايه حطيت طاقه بالموضوع. لذلك لو الدخل اقل روح على شيء يا اخي متناغم معك. بس ما فيش شغل بالبلد. ما بديش اخوض في هذا النقاش اصلا. بحس كنا نحكي عن قراءه طاقيه والشخص في شعوري لا ما بدي ادخل في هذا اصلا، هذا الحوار هذا احضر فيديوز تاريخ له، تمام؟ عشان تطلع من وعي الضحيه مهم. فخلينا نركز انه اي شيء ماشي مع الشغف تاعك راح يكون مدعوم، راح يكون الناس عندها وضوح اكثر على السترينث تاعونها، القوة اللي عندها إياها، المواهب اللي عندها إياها، الشيء اللي هي منيحة، فرح يكون في يسر تمشي بهذا الاتجاه. فما تخاف ب 2022 تعمل نقلات كبيرة بكل إشي بتوجه باتجاه الشغف تاعك، تمام؟ بمعنى أنا كنت حتى مع أصحاب وفي ناس عم بحس معهم شغف أكتر، في مهتمين بالمواضيع أنا مهتم، ما تخاف تعمل هاي النقلة، لكن الكور تاعها إلها دخل بالعمل. فرح يصير أي شيء مبني على الشغف رح يوصل أكتر، رح يوصل أوضح. شوفوا خدوها قاعدة، كل ما الوعي يزيد كل ما بيكون العمل اللي بتغلغل عاطفيا بالناس له أثر أكبر. خليني أعيدها، كل ما الوعي يزيد عند الناس ببلشوا يتأثروا مش بالمنتج النهائي، بقصة المنتج، بالقيمة عند الشخص اللي طلع المنتج. يعني ببطل بس بدي أدور على أي كوتش أشتري منه كورس، بصير أنا بدي هذا الشخص لأنه قيمه تشبهني، قصته بتشبهني، التحديات مر فيها بتشبهني، الأشياء اللي بدعو لها بتشبهني. فكل ما كان زاد الوعي أعلى كل ما الناس بتدور على إشي فيه رسالة وفيه passion أكتر. وصلت؟ فرح تكون أي شيء طالع من شغف السنة
2022 رح يكون مدعوم بقوة قوة 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 عالية جدا. البعديها بالتنين two themes. البعديها اللي هي الفكر المستقل وقيمة الفكر. ماشي معاي؟ ب2022 الفكر رح يصير معروف عند غالب البشر انه اهم شيء في الحياة. تمام؟ يعني لو بتروح قبل 15 سنة ولا 20 سنة كلمة افكارك معتقداتك شو؟ اف ايش؟ كارمين؟ يعني انا بتذكر عشت كل حياتي كلمة افكارك هذا مش بارت من الحياة صح؟ كأنه اشي فرعي ها؟ ما ليش دخل؟ افكارك بآخر سنين صارت الأفكار وأهمية الأفكار جدا واضحة والأشياء المخزنة بالعقل الباطن جدا 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 واضحة. الفكر رح يصير جدا 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 محوري وجدا مهم. لذلك ب 2022 رح يصير في تغيير بالفكر النظمية. شو معنى؟ فلسفة العمل رح تصير الناس تبطل توافق عليها ويظهر فلسفات أخرى للعمل. خلينا أوضح لكم. فلسفة التربية، فلسفة الكذا، خليني أعطيكم مثال واضح، أوكي؟ غالب الناس بالنسبة لها التربية كالتالي، أنا بيجي ابن، تمام؟ فأنا بدي أربيه، يعني بدي أقول له شو الصح وشو الغلط وشو يعمل وكيف يكون وشو يحلم وشو يرغب وشو يكون عنده عار عليه وشو يكون عنده ذنب عليه وشو اللي مفروض يساوي وشو اللي مفروض مش ما يساوي، واو هاي مفهوم التربية، تمام؟ هاي طالعة من فلسفة، من فكر معين انه هو ماحي بيعرفش اشي وانا انلايتد مستنير، فانا بدي اعطيه هذا الاشي على اساس النتائج حياتي انا ايش كله، فانا بدي اعطيه الافكار اللي طلعت هاي النتائج بالضبط، انا هذا الاشي ملكي. الفلسفة المختلفة للتربية انا روح هو روح، ويمكن روحه متطورة يقدي مليون مرة، هو اجي يلعب دور وانا جيت العب دور، اخترنا هذا العقد مع بعض، هو اختار يكون ابن وانا اخترت اكون اب. ليه؟ لانه هذا الدور رح يعلمني اشي ورح يعلمه اشي، فوظيفتي اعطيه مساحة واتعلم منه، تمام؟ لانه هو غير منمط. وظيفتي لما يطلع الالم تاعي، ينكشف الالم تاعي، ابلش اتشافى منه، مع انه خليني احكي لكم المفروض انت تبلش تتشافى من الترومات الرئيسية قبل ما تجيب اولاد، تمام؟ مش منجيبه ويلا الامور تتسهل لا بتخرب حياته بلاش بتخرب، لانه كل شيء ممكن تتشافى منه، بديش الناس يبلشوا يروحوا على وعي الضحية ليش هيك صار معي. ولكن بهاي الفكر المختلف راح تكون علاقة مختلفة عن التربية، صح؟ وراح يصير انا وظيفتي اعطيه مساحة امان بحيث اني اتشافى من الامور اللي انا مضغوط منها عشان اقدر اعطيه مساحة امان، وبقدر بعدين أرشده بس بدون ضغط. فوظيفتي أنا هو كامل، هو عنده إمكانيات كاملة وعنده رسالة كاملة وعنده قيم تختلف عن قيمي، مش قيم العيلة وحده، قيمه مختلفة عن قيمي. يعني يمكن هو الرياضة عنده مهمة، بالصحة مهمة عنده، وأنا بالنسبة لي عائلة مهمة، وبدي أتقبل أنه قيم مختلفة، وظيفتي أعطيه مساحة يزهر فيها حقيقته. فهاي طريقة تفكير مختلفة ولدت تربية مختلفة، فالناس راح تبلش تنتبه للفكر وراء كل إشي. كيف أنا بفكر بالتربية؟ كيف أنا بفكر بالبيت؟ لو أعطيكوا هلأ مثال، الناس غالبها لما تشتري بيوت بتفكر بالبيت عشان الضيوف، صح؟ تكنك عامل بيت ملجأ للناس أنت مالك علاقة فيه، هو عشان الناس شو بتحب؟ عشان الضيوف اللي ما بحب بالضبط. تذكرت مثال بس العشاء احكي. المهم فالفكره ما تبلش تفكر البيت هذا المكان اللي انا برتاح فيه فمفروض يعبر عني، يعبر عن روحي. هذا طريقه بالتفكير بتعمل بيت مختلف، ديكور مختلف، ستايل مختلف، تمام؟ انا ومديح مثلا البيت عندنا القاعده غالبها قاعده ارضيه. اذا شخص اجى بتذكر حدا اجى معين صار يحكي يعني ما عندكم طاولات كيف بدكم تعزموا الناس عليها؟ قلت له يعني هذا موضوع مش كثير مهم عندي. زي ما انا قاعد هاي القعده اكيد الناس راح اناديهم راح يكونوا بيقدروا هذا الاشي، صح؟ اذا هو جاي يحكي علي ما يجيش بيتي. سهله. فهاي القعده اللي احنا عاملينها لانه قيمه الكوميونتي او المجتمع عندنا عاليه ولا قليله؟
عالية، فعملنا القاعدة زي كأنه كوميونيتي. هلا بيوتوبيا القاعدة إيش؟ أرضية، لأنه قيمة المجتمع عنا عالية، وصلت؟ فما بدنا الناس يقعد كل واحد على كرسي بعاد عن تاني طاولة، يكون في بيناتهم سيبريشن. مش معناته الطاولات عاطلين يا إخوان، أنا ما مش إنه بقعدش على طاولات بقعد طاولات بأكل بالمعلقة عادي، ولكن عم بحكي إنه بصير الفكر له قيمة أكبر في حياتك. رح تشوفوه ب 2022 الفكر رح يصير جدا 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 مهم. كيف بتفكر بالأمور جدا مهم، وأغلب الناس رح يبلشوا يصحوا لهذا الموضوع. أنا كيف بفكر بالتسويق، كيف بفكر بالبزنس، أنا كيف بفكر بهذا الموضوع، كيف بفكر بالعلاقة. فرح يصير التفكير، الفكر رح يرجع كالشيء الرئيسي اللي مفروض يكونه في الحياة. شغلة تانية، الفكر للناس رح لما يبلشوا يصحوا إن الفكر مهم، رح يبلشوا يشوفوا إن أغلب الفكر تاعهم تلوث بالخوف، فرح يبلشوا عملية إيش؟ انفصال بدون ما يخدوها شخصي، لأنه عارف إنه اللي ببرمج 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 هو ما بيقدر يبرمجني غير إذا أنا حكيت له إيش؟ أوكي أو بدي أسمع. تمام، أنا بدي أسمع. بس اللحظة اللي حدا بيحكي خوف 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 وأنا ما عم بعطي هالكلمات تدخل إذني وتدخل روحي وتدخل نفسي، معناته أنا ما عم بتبرمج فيها. لذلك أنا بختار اللي أتبرمج فيه، لأنه عارف العقل الباطن هو برمجي، هذا الشيء ما بتقدر تنهيه صح؟ فعلى الأقل بختار برمجي، أنا أبرمج حالي بإشي حابه وأتبرمج من ناس أنا حابهم. يعني الشخص جاب نتائج معينة أنا حاب أوصلها، بسمع له بهذا المكان وبسمح لذهني يتبرمج فيه. وصلت؟ لذلك بس مش تأخذوها على كمان على الإكستريم. لذلك رح تشوفوا أنه لما الناس توعى على الفكر رح يبلشوا يوعوا أنه في تيارات خوف، ورح يبلشوا بوم 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 يطلعوا منها. فرح تشوف غالبية الوعي الجمعي رح يبلش ينهض من الفكر الخوف لفكر فيه حب أكتر، فيه تعاطف أكتر، فيه فهم أكتر. حلو الكلام؟ هلأ اللي رح يكون أقوى شخص على الأرض ب 2022 وطالع هو الشخص اللي فكره بتناغم مع القوانين الكونية. بتتذكروا لما حكينا في مفهوم القوة رح يختلف؟ حتى البلاد اللي كانت بعبع عند الناس إذا بتلاحظوا من آخر سنتين خفت صح؟ ب 2022 رح تعرف انه هذا الاشي بعبع، بطل يخوفني، انا مرتبط باللي خلقها. وصلت؟ حلو. هنا مثلا اعطيكم مثال اجاتني بالضبط على موضوع القوانين الكونية. خلينا نحكي عن قانون السبب والنتيجة، قانون جدا 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 اساسي. القوانين على فكرة، قوانين الكون السبعة، قوانين الهرمسية السبعة، جدا عميقة جدا عميقة. لذلك بفكر بالمستقبل هاي السنة اعمل عنها كورس. بس خلينا نطلع قانون السبب والنتيجة. كل نتيجة في حياتك إلها سبب، والسبب دائما مين؟ أنت. غالب الناس بيفكروا أنت يعني إيش؟ ألوم حالي. تمام؟ أنت معناته هذا بعطيك قوة أكثر. لما أعرف إنه أنا هذا البزنس بتفشل وبتنجح عشاني أنا، طب هذا إيش بيعطيني قوة تغيير ولا لا؟ تمام. فكل نتيجة بالعالم اسمعوني إلها مسببات. عقد ما بتحب تقنع حالك إنه هذا الشخص ناجح لأنه صدفة، ولا لأنه نقشت معاه، ولا الأمور سلكت معاه، ولا مش عارف شو، هو ناجح لأنه في أسباب عم بأخذ فيها، فهو عم بيكون سبب لنتيجة النجاح. وصلت؟ هلا ممكن تحكي بس هذا الشخص ورث من أهله مصاري. خليني أعطيكم معلومة جدا مهمة، مش ورثة المصاري هو اللي نجحته، ورثة أفكار الثراء خلف المصاري هي اللي نجحته. فممكن واحد يولد في عيلة ثرية، هو اوريدي عم بيشوف الناس كيف عم بيفكروا، عم بيشوف اهله عم بيفكروا في طريقه معينه، فهو تشرب اسباب الثراء. في ناس بيكون عندهم ثراء بس ما بيورثوا طاقه الثراء. وصلت؟ لاسباب كثيره، بيحاولوا يبعدوا الابن عن هاي الاشياء، ما بدهم يدخل فيها، واو، فهو بتشرب الافكار المعاكسه لها. فهي مش المهم تورث مصاري، مصاري بتيجي وبتروح، المهم تورث السبب اللي عم بيجيب لك المصاري. هذا مليار مره أهم ما تولد. يعني أنا هلا تعطيني مليون ولا تعطيني الوعي اللي بيجيب ملايين؟ وعي. أحكي لواحد بالشارع أقول لك حل عني أعطيني مليون بس لو حكى حل عني وأعطيني مليون، هو ما عنده وعي المليون، هو رح يطيره في أقل من 3 سنين، بس هو مش واعي أصلاً على هاي الشغلة، فبالنسبة له مش مهم. فغالب الناس رح تشوف إنه القوانين الكونية مهمة، اللي رح يرتبط مع القوانين الكونية ويحكي أوكي أنا السبب للنتائج بدون ملامة، شو الإشي اللي بدي أغيره بذهنيتي، بطريقة تفكيري؟ ممكن البيئة اللي أنا فيها عم بتبرمجني بطريقة معينة، فأنا بدي أطلع منها. وصلت؟ مش معناته انت السبب معناته تضلك في نفس المكان. ممكن انا السبب لاني انا في هاي البيئه، فانا بدي اغير بيئه. بس ايهاب انا ما عندي اصحاب غيرهم. بتروح تدرس تتعلم كيف غيرك طلع من بيئه مش محمسه او مش ملهمه لبيئه ملهمه. وصلت؟
ما راح تاخذ نفس الوعي القديم مثلا وعي الضحيه وتروح تتعرف على ناس قاده، بدك تعمل هاي القفزه. فاللي راح يبلش يتصل بالقوانين الكونيه راح يكون الفكر تاعه مستنير وراح يكون عنده قوه اكبر. حلوه هاي الجمله؟ تمام. اخر واحد، اخر واحد هو كالتالي، بس احكي جمله على الشغله الاخيره اللي بتناغم مع القوانين الكونيه، مش بس فكريا راح يصير اقوى، بالضبط كلمه طلعت لي، معنويا راح ينتصر، فراح يحس انه زي كانه انا على الارض منصور، انا على الارض، راح يحس انه على الارض ممكن، راح يصير انه يحس على الارض انه مدعوم. هذا الشيء انا هلا بحسه بقوه هائله ما بقدر اوصف لكم اياها، بحس انه ماديا. انت بس مسكت الماديا. مش بس ماديا مدعوم، اقول لك على الاقل كيف انا بحس، لانه الرغبات اللي عندي اياها هي رغبات عاده للذات العليا تاعتي، تمام؟ فانا ماشي ورا الرساله تاعتي، ماشي ورا اللي بدي اياه، زي كانه كل شيء بدي اياه في زليار وسيله دعم وباب يجي يفتح لي اياه، فاهمين علي؟ يعني هلا بحس زي كانه كل شيء، البلدان الهاي كلها عم تمشي بس عشان تخليني انا ماشي، كل الامور بتترتب عشان الواقع تاعي يفتح لي ابواب. وصلت؟ مش معناته ما في تحديات، بس في احساس شو ما صار، شو ما صار، شو ما صار، وراي جيش من النور، تمام؟ كل واحد عنده هذا الاشي، لما يبلش خصوصا يعيش الرساله تاعته بتبلش تجذب ذوات نورانيه عاليه. فاللي راح يصير راح يكون متناغم اكثر مع حاله، مع القوانين الكونيه، اللي راح يصير اكثر واكثر راح يحس حاله منصور. هلا راح تحكي بدي ادرس القوانين الكونيه، هي مش بس دراسه، انت لما تكون مع قلبك راح يكون عندك حدس للمواضيع، تمام؟ ما في واحد مرتبط مع قلبه وبضل يلعب دور الضحيه، هذا مش جاي من قلبك، هذا جاي من الخوف تاعك، من الايجو تاعك، من البرمجه تاعك. ما في واحد مرتبط مع قلبه وعم بحس حاله ناقص طول الوقت، تمام؟ ما في واحد مرتبط من قلبه بدخل بزنس بس بده ياخذ، ما بتحس ان مرتبط بقلبه، بتحس كانه عم بحط حب بالاشياء، انتويتيف اللي هو فاهم قانون التبادل، حدسيا فاهمه، اوكي. لذلك لما ترتبط بقلبك اكثر راح تحس في قوه اكثر. اللي بعديها راح يكون في امل وراح يكون في بزوغ لفجر جديد. بالضبط الجمله طلعت لي، اخر سنتين الظلام غطى على كل الناس، يعني زي انت عايش في وحل، اوكي؟ ليه؟ لانه زي كانه شيء بالوعي الجمعي الداركنس كان ورا ورا ورا، فلازم يطلع قدامك عشان تشوفه. مين عمره صار معاه شغله هو انه هو شيء موضوع جواته هو بينكره، انا مش هيك، انا مش هيك، انا مش هيك، انا مش هيك، عبي ما صار الموضوع في وجهك، تمام؟ يمكن انا هيك، يمكن انا مش صادق بمحلات، يمكن انا بكذب حالي، بس يمكن انا ما، يمكن انا شوي بحاول كنترول الاشياء زياده، مش فاهم حالي. يمكن 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 مش كل الناس اغبياء، يمكن انا في شيء، يمكن 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 مش كل الناس ما بتتقبل الحديث تاعي، يمكن اسلوب التواصل تاعي في حبه، كل الناس ما بتفهمني، اكيد في شيء غلط. طب سالت مثلا انت كيف بتتواصل معه؟ بالضبط. او انا ليش انا كثير منيح والناس كلها عم تستغلني؟ قديمة هاي الجملة، هيك بحس لما احكيها بدي انعس، كل ان انا ابو قلبي الطيب وبتعذب. لا، مش عشانك قلبك طيب، في اشياء تانية انت مش فاهمها، ما عم تحط باوندريز، ما عم تحط حدود للناس. المهم رح نشوفه هذا الظلام طلع ب 2022، رح يطلع التنل بنهاية القطار. حلو؟ يعني الناس اللي ب 2022 كانت عم بتحس بيه كتير كنترول، كتير في جهل، كتير في سيطرة، رح يبلش النور يظهر. يعني زي كأنه رح تكون فخور في حالك انك بهدول السنتين اخترت تمشي بهذا الطريقة، تمام؟ رح تكون فخور في حالك بكل الألم اللي طلع، وبكل البين اللي طلع، وبكل المعاناة طلعت، عشان رح تصير تشوف انه واضح انه كل هذا الشغل ما راح هباء منثورا، فرح يبلش يبين النور. هلا خليني احكي شغله، في قاعده بالخيمياء بالالكيمي انه النور هو اصل الامور، او الذهب هو اصل الامور، تمام؟ فحتى الظلام الدامس للخيميائي جوا قلب وروح هذا الظلام في نور، بس الظلام هو عباره عن حجاب، لما ينزال الحجاب بنشاف النور. فهو فعليا مش انه ظلام بيطلع بعدين النور كان مخبى وطلع، أو مش الظلام بيطلع بعدين النور بيطلع، هو النور كان موجود ولكن كان جدا 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 قاتم، فاهمين علي؟ فهلا رح يبلش يظهر النور على العيان. هاي الأشياء لها دخل بقانون الإيقاع،
في السنتين الماضيين كان فيها ظلام عشان نطهر الناس أكتر إشي، عشان الناس تظهر أكتر إشي. فشفنا بآخر سنتين شفنا أول ظلام كان موجود، أول تروما كبيرة كانت موجودة عند إنسان ظهرت separation. تمام؟ كل شيء صار بالعالم آخر سنتين فريقين، زي كأنه بعد بحضر فريقين كرة قدم، صح؟ أنتوا مع، أنتوا ضد، أنتوا بتفهموا، أنتوا أغبياء، إحنا أحسن، أنتوا مش أحسن، أنتوا جاهلين، إحنا بنفهم، أنتوا عندكم حكمة، إحنا ما عندنا حكمة، أنتوا أنتي، أنتوا مع. حتى جوا الفريقين في فرق بالضبط. فكان كتير واضحة موضوع الترين، ولو بتلاحظ القوى الظلامية بتضلها تزيد هذا الموضوع، مظاهرات من الأنتي، مظاهرات من العادي. تمام؟ طب بلكي المظاهرة مش هيك، عليهم واحد واحد قررت انه هيك سبب المظاهرة. فعم بكون فريقين 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 فريقين. هذا الاشي لما يطلع بعد فترة الناس بتبلش تشوف ايش النتائج تاعته. مش احنا عايشين في كون من السبب والنتيجة؟ فلما انت تكون مثلا مع اهلك بالبيت وعم بصير هذا الموضوع تفرقة، بعد فترة رح تشوف انه بطل في بيناتكم ايش حب بالضبط، ود. فرح تيجي تحكي بتعرف بعرف ايش صارت معاكم، هذا موضوع خلص ما بدي اتناقش فيه، وبدي اتذكر اني احنا بيناتنا خبز ملح اكثر من خبز ملح بالضبط، بيناتنا عشرة. فهذا شيء حتى بحسه كثير بحكي الناس تعرف انا هلا الحب عندي اهم من كل هالاشياء، بغض النظر شو رايك. خلينا نرجع نذكر انسانيتنا. فلو ما حسيت نتائج هذا الموضوع، ما على الاغلب راح تحكي بدي أرجع أحتضن. تمام؟ هلأ مش الطريقة الوحيدة بالحياة تتعلم السبب والنتيجة بأنك تتعلم نقيض الدرس، ولكن غالب الإنسانية بتتعلم به هاي الطريقة. يعني مش شرط عشان أنجح أنا أروح على الفشل، مش شرط عشان أنا أحمي مصرية تنسرق مصرية، وصلت؟ لكن الغالبية، وهذا بتضمن جزء كبير من نفسي عم بحاول أتعدى، تتعلم من هذا الموضوع، صح؟ شو اللي بتتعلم من كيسك؟ ومش مفروض بس تتعلم من كيسك، بتقدر تتعلم من غيرك. فلما يطلع النقيض للناس عادة بصير يحكوا اوكي اليونيتي احسن، الوحدة اقوى. تمام؟ ما رح اخلي كلمة العلم تقسمنا، لان العلم اصلا مش مفروض يقسم، هي الجهة بتستخدم العلم عشان تقسم، مش العلم نفسه. وصلت؟ فهاي رح تكون جدا 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 قوية. هلا بالضبط اللي طلع لي ليش راح يكون في امل اكثر ونور اكبر، هاي خليني احاول اشرحها، بس بدي تركزوا معي. اوكي كيف بدي اوضحها؟ كالتالي، خليني احكي لكم قصه. مره كنت باسكتلندا وتعرفت على شخص، ف حكت لي جمله جدا مهمه علمت معي، حكت لي جمله جدا مهمه علمت معي. كنا بنحكي عن موضوع، فحكت كل شيء طبعاً بالإنجليزي بيصير تحت الخطة الإلهية. كنا بنحكي عن شيء إنه هذا الشيء إنه عاطل أو إشي دارك، فبتحكي كل إشي بيصير تحت الخطة الإلهية، يعني ما في إشي بيصير بدون موافقة خالق الحياة. تمام؟ فالقوة الظلامية هي لما عم بتزيد هي تحت هاي الخطة الإلهية، إنه في دروس نتعلمها بالصورة الكبيرة، فهذا الإشي بده يطلع، بأخذ الإيقاع تاعه، بأخذ مجال معين، بعدين بيرجع بيوازن حاله. فهي هدول الألعاب وهدول الطاقات لازم تكون موجودة، ضروري تكون موجودة، النور والظلام. خلف النور والظلام في الاحتضان المطلق، معاي باللي عم بحكيه؟ حلو. هلا ركزوا 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 معاي ركزوا معاي. لما الظلام زاد بالفترات الأخيرة، هو زاد تحت الخطة الإلهية. عشان هذا الظلام يبلش يرجع على الحجم تاعه والنور يبلش يسطع، الظلام ضروري يعمل أخطاء. عيدها مرة تانية. تخيل شخص دكتاتور وخالق الحياة، زي بعطيك 10 سنين تكون دكتاتور، بعد 10 سنين سبكونشسلي رح يصير تعمل أخطاء معينة. تمام؟ رح تحكي كلمة في مؤتمر تهز الناس، تقلبهم عليك، بس هو مش عارف ليش هاي الكلمة طلعت مني، انا مش فاهم ليه هاي الكلمه طلعت مني سبكونشسلي. فالخطا اللي عملوه، بس هو مش خطا، فاهمين اللي عم بحكيه، هو تحت الخطه الالهيه انه سرعوا البروسيس، حاولوا يسرعوا عمليه البرمجه، بدل ما تاخذ 10 ل 20 سنه بدنا نحط هذا البروجرام بسن زمان نخلصه. لما اي شخص انت تدفشه زياده شو راح يساوي؟ راح يساوي بريشر على الجهه الثانيه. اذا انا بدفش، اذا انا هلا واحد بالشارع عمل لي هيك، شو اول رياكشن؟
طيب ايش اول رياكشن رح تعملوه؟ تطلع معاه بالسيارة؟ لما حدا يعمل هيك حتى لو ما بتعرفه، تمام؟ حتى لو حدا بتحبه، تمام؟ انت ومرتك ماشيين بالشارع او انت وزوجك وفجأة عمل ايدك هيك، اول رياكشن رح تعمليه؟ مقاومة، تمام؟ الا اذا انت المقاومة عندك وصلت مرحلة الصفر، خضوع كامل، هذا موضوع تاني، اوكي؟ ولكن بالغالب بتقاوم. فلما يصير هاي الشغلة بالضبط المعلومة طلعت لي، الدي ان اي تاعك بيعمل بريشر عكسي، لانه هم كانوا عم بيحاولوا يحطوا معلومات في الدي ان اي بسرعه هائله، والدي ان اي مش مفروض يتبرمج بهاي السرعه الهائله، تمام؟ فالدي ان اي نفسه داخليا بيعمل البوش العكسيه بالانرجي، فهم هاي الغلطه اللي عملوها. لذلك بالسنه الثالثه رح يبلش يطلع نور اكثر، which is الريزيستنس، المقاومه المعاكسه لهذا الموضوع. بسطنا. اوكي، شغله جدا مهمه طلعت لي، صناع النور، هي بنفس هاي الثيم، صناع النور او اللايت وركرز، اللي الناس شو يعني صناع النور؟ اي شخص اي شخص بيعمل بالنور. اي شخص العمل تاعه بيضيف نور، سواء بتعمل ساندويشه ولا بتقيم زباله، الفكره اللي انت عم تعمل منه عم تعمله من وعي مستنير. ولكن بالغالب هذا اللقب يطلب على ناس بيعملوا إشي دايركت له علاقة بتنوير الناس عن موضوع معين، تمام؟ أنا عم بعمل أشياء لها أكسسوريز لها دخل، أو أشياء مجرد لها دخل، أشياء أورجانيك أو الأكل أورجانيك أكتر، أو عم بحط فكر أكتر في مكان معين، معلمين، مرشدين، هيلرز، كل الناس بهذا ضمن هذا الإشي اسمه صناع النور، وهذا بيكون كولينج، بيكون نداء، بتحس حالك أنك جيت على الأرض أنت عشان تكون مع النور مش مع الظلام، تمام؟ غيرك غايص وحاب الموضوع، فأنت بتحس أنه عندك ميشن تنور، to bring light to the earth. بالضبط العلي صناع النور رح يكون لهم أثر خيالي ب 2022، خيالي، بمعنى إذا كان الأثر 1% قبل رح يكون مليار مرة أكتر، إذا كان درجة رح يكون مليار درجة أكتر. فإذا أنت اللي بتعمله فيه وعي، فيه نور، فيه إشي حلو، هذا الوقت اللي إيش؟ all in، تدخل 100% في هذا الموضوع وتعطي نور أكتر. فأي مؤسسة، أي عمل، أي شخص عم بعطي نور، الامباكت، التأثير له رح يكون عالي جدا. عشان حتى على النقطة اللي قبليها هلا خطرت لي، مش كنا بنحكي الفكر رح يأخذ منحة عالي؟ مصنع النور عادة عم بيغيروا بفلسفة الناس، تمام، في مواضيع معينة. أوكي، اللي آخر إشي بعد هاي الجملة، هدول الثيمز الرئيسيين، خليني أرجع أحكيهم. أول شيء القوة، حكينا عن القوة، حكينا عن الإيثار، حكينا تركز على القوانين الكونية، حكينا أنه القوة الأنثوية هي رح تكون طاغية، لذلك رح يكون في سكون أكتر، تحليل داخلي أكتر، تمييز للأمور أكتر، أكتر من الدفش الخارجي. رح يصير التنمر الخارجي الأثر تاعه أخف، رح يصير في وضوح للحقيقة عن الكذب، رح يصير تشكيك في الكذبات، الكذبات رح تحتاج طاقة عالية عشان تستديمها، رح يكون في نصر معنوي أكتر، رح يكون في نهضة لحركات الشغف، رح يكون في فكر مستقل أكتر، فهم للفكر وفهم لأهمية الفكر، والناس رح تبلش تفكر لحالها مش بس مع الوعي الجمعي. حكينا عن بزوغ النور والفجر الجديد. بالنهاية الرسالة الخاتمة لهدول كلها، الخوف رح يكون له إمباكت أقل إلا إذا أنت خليته مكرر داخل بيتك. يعني الخوف الفترة الجاي، وهي بتلاحظوها اصلا، المواضيع اللي كانت تخوف قبل سنتين بالضبط قد هيك صح؟ الا اذا انت بتخليها مشغلها زي كانها مانترا وراك، زي كانه شيء عم بينعاد. ولكن الجمل اللي كانت ترعب، انا بحسها بالناس، كان الناس مرعوبه، هلا الناس زي ريلاكس. فالشيء اللي بيخوف خلص تاكل الزمن عليه وعفى، تمام؟ فهلا الوقت تركز مع حالك، ترجع لقوتك الذاتيه، ترجع للقوه اللي بتيجي من المصدر الحقيقي، من الاله او الكلمه اللي انت بترتاح عليها، وتركز بالإشي اللي بتعمله، بالإشي اللي شغوف عليه. فسنة جدا 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 مبشرة بتخيل. ولكن بحب أختمها بهاي الشغلة، وهاي ستالس حطيتها قبل، السنة بتكون أفضل إذا أنت أفضل، والسنة أحسن للناس إذا أنت أحسن، تمام؟ فهي ما رح تكون أحسن عليك إذا أنت بدك تكون بالضبط نفس البني آدم. يعني الناس بتحكي بتمنى تكون سنة ثراء، طب انت بدك تساوي اشي بموضوع الثراء؟ لا. هي سنة ثراء، بس انت لك دخل بهذا الموضوع؟ لا. او بدي اياها تكون مثلا سنة الحب، لك دخل انت بموضوع تتشافى تسامح؟ لا. فهي بتكون سنة الحب مثلا اذا انت عم تدعم هذا الاشي جواتك، فاهمين علي؟ فهي رح تكون سنة قوة
للشخص اللي عم بيمشي بهذا الطريق مش بالشخص اللي بده يضل متمسك في وعي الضحية، فاهمين علي؟ لذلك بدها تكون أقوى، بدها تكون مفكر مستقل، والحياة رح تدعم هذا الإشي، بس ما رح تدعمك إذا أنت حاط حالك مع وعي هالقطيع وكل هالناس بتعمل هالإشي. يعني أنت بدها تكون غير، هاي الجمل ما تخدمك. وصلت؟ عشان كل الناس تعمل إشي مش معناته أحسن. تذكر كل شيء سبب ونتيجة. إذا كل القطيع بيعمل إشي، كيف بدك تعرف إذا هذا الإشي مناسب؟ نتيجته. كل الناس يعني بتروح وبتعمل هيك، طب طلع نتائجهم. غالب الناس مش عايشين، مش مبسوطين، مش عايشين رسالة تاعتهم، ما عندهمش أي تناغم مع حالهم، ما عندهم فهم لذاتهم، ما عندهم شغف، ما عندهم رسالة، ما عندهم حب، صحتهم بالنازل، علاقاتهم بالنازل، واو. فهل أنت بدك هاي نتائج؟ إذا ما بدك هاي نتائج معناته كل الأشياء الناس تعملها جمعياً بدك تعمل أشياء مختلفة عنها. أوكي؟ بدي أحكي thank you بس بدي أخذ أسئلة. أخذ كم سؤال؟ كم ساعة؟ كم ساعة وعشر دقائق. أوكي. بس رح يسمع أنا بعيد السؤال. أوكي. هلأ هذا هو الوعي الجمعي للطاقة، للوعي الجمعي للعالم، يعني زي كأن الناس وين بتمشي، وين الطاقة الكونية بتمشي، ولكن اللي بده يتمسك بالوعي البعد الثالث وبالهاي رح يضل هناك. أوكي. سو بكل العالم هي نفس الشيء، كل هاي الطاقة عم تأثر على حلو. كل العالم. ممتاز. ممتاز ممتاز ممتاز. أوكي، خليني أعطيكوا قاعدة كبيرة للموضوع. أوكي، ليش قبل 20 سنة كان اليوغا والميديتيشنز والتأملات والأشياء الفكر والوعي ما كانت متاحة كتير للناس؟ كان إذا بدك تروح يعني لقلة من الناس، تمام؟ السبب لأنه هاي الطاقة، هاي المواضيع بدها فريكونسي، تردد طاقة معين عشان تكون مهتم فيها، عشان تصحف داخلك، تمام؟ هذا الإشي الأرض ما كانت على هاي التردد. بعد 2012 مثلا الأرض عم ترفع الطاقة تاعتها، فهي عم بتأثر على الناس. فجأة بتلاقي شخص بيحكي هذا موضوع مهم عندي، فبتلاقي بلش يطلع له فيديوز، بلش يطلع له معلمين. فالأرض بتأثر بالوعي الجمعي، الناس بتأثروا فيها. هلا هل كل المناطق نفس الإشي؟ حلو، حسب قدي وعي المنطقة. فإذا إحنا بنرفع الوعي الجمعي، إذا منطقة الظلام تاعها هون رح ترتفع من هون لوين؟ لهون، ورح تطلع مقاومة معينة. يعني إذا منطقة مثلا أكثر عاطفة فيها، وهي موجودة عادة بالبلاد العربية، العار، لما بده يرتفع الوعي الجمعي أكثر إيش رح يطلع من خلال الناس؟ إيش يتعاملوا مع العار والذنب. يمكن بأوروبا موضوع العار مش موضوع جدا 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 متغلغل، فبكون في مواضيع تانية اللي هي العلم ببلش يستهويهم ويبعدهم عن الروحانيات، فبصير العلم من الحواس الخمسة. وصلت؟ فالنقلة تاعتهم يصير العلم أكثر مندمج في الروحانيات. وصلت؟ فحسب المنطقة. في كمان شغلة جدا مهمة، انت مش عندك شرايين، اوكي، وفي محل اماكن تلتقي فيها اكثر، او مراكز طاقه ميريديانز تلتقي فيها اكثر، تمام؟ الارض نفس الشيء، عندها تفكر انه مسارات او شرايين، وهم بيلتقوا في اماكن معينه حوالين الناس. هاي الاماكن حوالين الارض، هاي الاماكن بيكون عليها موجات كهرومغناطيسيه عاليه، فبتلاقي هاي المناطق الافكار اللي فيها بتنتشر اكثر حوالين الارض، والنقله فيها بتعمل تاثير اكبر حوالين الارض، لأنها بتوزع وتلاقيها بتجذب ناس نوراليين أكتر. مثلا أعطيكم المناطق اللي عندها إلكترومغناطيك فيلز عالية أو موجودة بسموها على فورتكس إنرجي عالية، سينا مثلا. لو بتلاحظ سينا بمصر أغلب الناس بروحوا هناك، على دهب، على سانت كاترين، على هاي المناطق عندهم اهتمام روحي عالي. ما بتلاقي المديتيشن هناك غريبة، تمام؟ ما بتلاقي الحكي العميق غريب. اغلب الناس بروحوا هناك وبحكي لك انا بسينا بحس اني كل الاشياء اللي كنت ماسكها بلشت اتركها بسرعه، او بلش يطلع الاشياء اللي جواتي. يعني اغلب الناس بيعرفوا سينا بيطلع الانر وورك. في ناس بيروحوا هون ببلش يطلع الانر وورك وبيبلش يلهي حاله، بس بده يحط ميوزك عاليه واشياء عاليه، تمام؟ فبتبلش تميز الناس اللي ما بدهم يعملوا العمل الداخلي. فهي مش انه الارض غصب عنك. بالي واحده من الاماكن، بس كل واحده بتاثر على طاقه معينه. مثلا بالي بتاثر كثير على السكن شاكرا او الشاكرا الثانيه. بامريكا سيدونا، ببريطانيا ايش اسمها، جلاسنبري، ما رحتها. ففي أماكن معينة لها طاقات جدا 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 عالية. هلا ما بدي أحكي المنطقة، ولكن في منطقة معينة برضو طاقتها جدا عالية، ولكن عشان كثير قوى ظلامية عارفين في أماكن معينة بحاولوا يمسكوها. فأنت لو رحت هناك يمكن ما تحس طاقة عالية، رح تحس العكس، لأنه في كونفليكتس كبيرة بهاي المناطق، تمام؟ احم مش شاطر يفهم. أوكي، ثانك يو. كمان سؤال؟ أنا في عندي سؤال. اسأل. هلا بحس
لما انت عم توصف الاشياء اللي جايه ما بعرف انت برايك لما يكون حدا ليدر بيدخل بهاي الموجه اسرع من باقي الناس 100%، لانه الليدر الحياه زي كانها بتبعت له هذا الدايركشن تحضره لها اسرع. تمام، يعني هدول كل الثيمز كانوا اوريدي عم بنطبخوا جواي. تمام، فانا عم بحس الفتره الجاي فتره اني انا اكون مركز اكثر، فتره اقيم الدستراكشنز اكثر. حتى الكوتش اللي عم بدور اشتغل عليه كنت بحكي لمديحه بدي كوتش يساعدني بالتركيز مثلا، فزي كانه بكون حاسس انه هذا الاشي قريب الي للمره الجايه. تمام، حاسس انه موضوع القوه الذاتيه جدا 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 مهم، وتكون رصين جوا حالك. لذلك حتى برسالتك كنت انت عم نسيستم هلا، اذا بتحكي لك ميسا عم نسيستم السيستمز اللي عندنا اياهم، قلت لهم ضروري نسيستم كل شيء 100% حتى تكون الاشياء اجمد، تكون اشياء اقوى، الموفمنت عشان لما نطلع يكون اوريدي زي كانه الارضيه تاعتها اثبت متينه. فبكون اوريدي انت عم بتحس هاي الاشياء. هلا انا برضو شو بساوي؟ بسال انا دائما حالي شخصيا شو الريذم اللي عندي اياه، او شو الايقاع اللي جاي. مش عارف اذا اشارك الشيء الشخصي تاعي، الثيم الشخصي تاعي للسنه، ولا راح اخليه شخصي لي. تمام، بس برضو انت عندك شيء شخصي بهذا الشيء، فبدك تسال ايش اكثر شيء اركز عليه، عشان من هاي المواضيع راح يكون في شيء مناسب لك. خليني احكي جمله جدا مهمه. اي شيء بالعالم ممكن تتطلع عليه كقائد، او تتطلع عليه كواعي ضحيه. يعني ممكن اتطلع على النجوم مثلا، اوكي حدا يجي يحكي لي عن عوالم النجوم، مديحه كثير متخصصه بهاي الاشياء بسموها استرولوجيكال ريدنج. تمام، الاسترولوجي وتشوف من الاسترولوجي، ما عم بحكي عن الاشياء بالجريده. تمام، ما هو برجك اليوم، مش هذا الاشياء. اوكي خلينا نتفق، مش هذا قصدي عليه. اللي بصير تدرس مثلا اوكي رسالتك من خلالهم كذا، من خلالهم حتى هالاشياء اللي فيها دقه عاليه، اذا انت بتصير تحكي الاسترولوجي تاعي بيحكي هيك وخلص، انه زي كانه بصير ضحيه له، انت ما بتستخدمه كشيء له قابليه. يعني خليني افهمكم، في كتير اشياء زي الاسترولوجي، في اشياء تانية بتحط مثلا ميلادك زي هيومن ديزاين وجين كيز، هذول سيستمز معروفين جدا، هيومن ديزاين جين كيز تقدر تبحث عنهم. هذول السيستمز بيفرجوك انت ايش افضل شيء لنظامك الطاقي. تمام، كيف تتعامل مع الناس، كيف تتعامل مع حياتك، لرسالتك، لا 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 لا. هلا ممكن مثلا انا النوع تاعي اسمه بروجيكتر، والبروجيكترز مثلا معروفين انه اهم شيء عندهم يجيهم دعوات للاشياء. يعني زي كانه يجيك دعوه للتوك، يجيك دعوه للبزنس، يجيك دعوه لتعمل شيء جديد. هلا اذا انا قرات هاي الشغله وكنت واعي ضحيه، معناته بحكي اقعد بالبيت استنى كروت العرس. كل واحد بده يناديني، انا ما راح اعمل ولا شيء. ولكن هي مش الفكره ما تعملش شيء، انت راح تعرف انه انت عندك قابليه انه الدعوات هي مكان كثير بيجي لك منه فرص. فصرت انا مثلا بحكي عن موضوع معين، بعمل ماركتينج، بتلاقي بيجيني فرص كثير. تمام، فلاحظت اني لما انا احط حالي برا واحكي عن المعلومات، بتلاقي ناس ايهاب بدك تيجي توك عندنا، ايهاب بدك كذا، ايهاب. فهذا الموضوع جدا ضخم، الطاقه بتيجي منها، ولكن انا مش ضحيه له. وصلت؟ مش ما بعمل ولا إشي. وهاي شفتها كتير ناس، أنا بروجيكتر ما بصيرش أطلع من البيت. لا، بدك تطلع من البيت. فأنت بدك تفهم السيستم شو المفضل إله، بس ما تكون ضحية إله. نفس الشيء على موضوع القراءة الطاقية، فأنا عم بحكي لك من منظوري، من قراءتي الشخصية الخاصة على هاي، بس برضو ما بدك تكون ضحية، بدك تشوف هذا إشي كيف بتناغم معاك، كيف بتوازى معاك. فاهم علي؟ هي عبارة عن اول شيء ممتع الموضوع. تمام، مش احنا دائما كان يحكون عن تنبؤات، ما عمره حدا، يعني قلال كان حدا شخص عنده يحكي فيها بطريقه واعيه. تمام، ومفيد للناس اللي بهذا الشيء الواعي، بس برضو ما بدك تكون محدد فيها، وبرضو تستفيد منها، لانه حلو تكون كمان شايف الصوره الكبيره، العالم وين عم بيروح، سواء باتجاه النور وسواء باتجاه الظلام. يعني عندك تشوف الخطه الظلاميه، يمكن اعمل فيديو كامل اسميه الخطه الشيطانيه، شوف القوه الظلاميه وين عم تاخذ الناس، عشان برضو ما توقع بهاي الافخاخ، وبرضه بدك تعرف النور وين عم بيروح. حلو، ثانك يو حسن. عندي سؤال، انت حكيت انه هلا هاي السنه زي كانها الثيم تبعها لايت، يعني والناس قاعده عم توعى اكثر. بس ازت العكس تبعها اكستريم مادنس، يعني احنا وفي، يعني انا شخصيا ام فيلينج انه شايفك كثير عم بشوف العكس وبس بوضوح كثير. فانه العكس رح يكون هالقد ولا في نص حلو. خليني احكي لك الشيء من الاخر، اوكي اعطيك اللي من الاخر. فعم تسال رزان، انت مشهوره عند الجماهير.
فعم تسأل رزان وحسون برضه حسن لك تواجدك برضه بس لا اللي بيحبوا أسئلة أروى دائما أسئلة أروى شكرا سألتي فرزان سألت طب أوكي هلا هذا النور عم بيطلع بس برضه في جنون على الجهة التالية أوكي خلينا أول شيء نتفق عادة كلمة نور وظلام هي مش أدق شيء لأنه هاي طالعة من ازدواجية النور الأصلي هو بينور على كل إشي فأنا لما أدخل على غرفة هاي تخيلوا أنتوا بيوتوبيا دخلت الغرفة مطفية تمام ومحطوط أشياء كتير وسخة. تمام سجادة وسخة محطوط أشياء ممكن توقع فيها إذا مطفي الضوء رح تدخل رح تخبط في كل الأشياء لما تضوي الضوء أنت أول إشي رح يصير عندك شو وضوح نور تمام هلأ اللحظة اللي صار عندك نور دغري رح ينور معان قانون السبب والنتيجة دغري يعني رح تحكي آه إذا أنا بكمل خطوتين ثلاثة هون شو رح يصير رح أوقع إذا أنا بضلني داخل هيك في حيط رح أخبط معاه فأنت بصيرتك أوكي خليني أرتب الغرفة خليني أعمل فبتتعامل مع الموضوع كامل فالنور هو مش بالضبط عكس الظلام النور هو بيضوي على الشيء المخفي والشيء المخفي فيه جروح عاطفية فيه جهل في جنون فلما انت تشوف شخص عم بيحكي هذا الموضوع هيك 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 ونور قدامك رح تصير تشوف انه هذا الشخص عم بيحكي مثلا من هون من مكان برمج عم بيحكي هون من نية ايجو مش انك تتدخل بنوايا الناس مش هاي الفكرة ولكن رح تصير واضحة الاجندات عندك لما يوضح الموضوع برضو رح تقدر تشوف انه هذا البني ادم عنده روح ترى هو مش بس الجزء هذا انت رح تشوف هاد ورح تشوف اللي بعده فرح تقدر تتعامل معاه بطريقة إيش متزنة لذلك تفكير إيجابي هو مش متزن ولا 1% تمام أنا عم بخسر مصاري فكر إيجابي يعني مش فكر إيجابي النور شو بيساوي لك أنا خسرت مصاري حلو النور شو بيساوي مش أنا بديش أحط هاي البرمجة حالي شخص خسر $1,000,000 النور شو بيعمل في نتيجة اسمها خسارة $1,000,000 من إشي أنا مش فاهمه أو عم بعمله فخليني أتطلع وأتعلم الدرس فخليني أشوف شو المسبب لهاي الخسارة أتعلم الدرس وأغير هاي لا إلها دخل لا أنت إيجابي ولا أنت سلبي هاي اسمها واقعي طبعا كلمة واقع عند غالب الناس لا تمثل الصلة بواقع واقع معناته فقر ومذلة وهوان وواوا فالنور شو بيساوي بضوي بتشوف السبب والنتيجة هاي عند الانشنس خصوصا عند الخيميائيين اللي طالعين من اللينيج المصري او من الحضاره المصريه كانوا يسموها الحكمه الحكمه معناتهم الموضوع ضاوي عندك فانت شايف اللي تعمله فانت ما بتوقع بالحفره تمام لانك شايف هاي الحفره او هذا السلوك هاي العاده انا شايف بعد 20 سنه شو نتيجتها وهاي شو نتيجتها بعد 20 سنه فحتى لو النتيجه مش لحظيه واضحه انت واضح معاك الامور فبكون عندك حكمة فلما أنت تشوف العالم عم بصير هيك كل ما يكون الموضوع منور من جواتك رح تقدر تتعامل معه ورح أحكي لك إيش رح توصلي بالآخر رح يصير عندك تقبل جدا عالي عشان رح تفهمي إذا خالق الحياة سامح لهذا الإشي فيه حكمة خليني على الأقل أنا أتعلم منه بدل ما أحكي مش مفروض تكون الدنيا هيك لا هو اللي مفروض هو اللي عم بصير تمام لأنه هذا وعي الناس لو الناس غير وعيهم بصير إشي تاني بس أنت عندك خيار كيف تتعاملي مع نتائج الوعي الجمعي يا تكوني بارت منه يا تتعلمي منه وترتقي عنه كي؟ آخر سؤال رح أخذ؟ آخر سؤال أروى أروى يا أروى يلا اسألي يا أروى They're gonna be working on agendas that support إنه to deviate الناس من هذا الإشي. فممكن يكون ممكن سؤال إنه virtual reality هلا عم نمر فيها هي part من هذا. روعة روعة خليني أختم بقول لك بحب أسألتك يا أروى ما أدري. عم تسأل أروى إنه أوكي هلا هم أوردي عم بيقيسوا الطاقة عم بيشوفوا الواي عم بيعلى فهم أوردي رح يحضروا أجندات تانية هل الفيرتشوال رياليتي أو العالم الافتراضي صح؟ جزء منها أوكي خلينا نبلش بالجزء الأول بتذكر سمعت جملة من معلم ظلت معلمة معي معلم معلمت لقطت سجع بالموضوع أوكي حكى
قال له واحد بمعنى حدا سأله إنه لما أنا بطريق الوعي في كتير أشياء ممكن أنخدع فيها داخلياً أو أشياء ممكن يعني وأنا عم بتطور أفهمها غلط هاي. فحكى له الخدعة بتخدع الجزء اللي قابل للخداع منك. عيدها مرة تانية. الخدعة تخدع الجزء القابل للخداع من جواتك. الكذبة بتمشي على الجزء الجواتك اللي ماشي مع الكذبة. بالضبط. الجزء جواتك اللي بيميز واضح لا بنخدع ولا بنضحك عليه. هلا الحقيقة ضمنيا عندها قوة مليار مرة أكتر من الكذبة، لأنه كل كذبة اسمعوني بدأت في الزمان وإلها وقت انتهاء، تمام؟ في لها صلاحية انتهاء. الكذبة طلعت، حدا طلع، كان في شيء حقيقي، حدا زيف وعمل إفورت عالي يزيفه وبلش يبرمج الناس، بس رح يجي وقت الناس تصحى منه لأنه الحقيقي ما تقدر تزيفه، تمام؟ هلا الأشخاص اللي بيمشوا مع السيستم ومع خطة السيستم الظلامي بده يكون لمرحلة معينة عامي حاله عشانه أريح. أعطيك إياها على بلاطة. مش بيحكوا الجهل بركة؟ هي مش بركة، هي مش بركة بتاتاً. Ignorance is bliss. هو أريح لمعتقداتك بس هو مش بركة، هو جحيم. هو أو أنت رايح على جحيم وجحيم ما وراءه جحيم. فلما أنت تصير تحكي بتعرف أنا بفضل أشوف حقيقة الأمور على الزيف، حتى لو كان عاطفياً الموضوع متعب إلي بالبداية، بفضل الحقيقة لأن أتعامل مع الحقيقة، تمام؟ هذا الإشي شفته في كل نواحي حياتي، بالعلاقات، بكل إشي. مثلاً بكون عفرض بالعلاقة أنا مريح فيه موضوع معين عندنا شائك، لما نبحث في حقيقة الأمور نطلع أنا هيك أنا هذا بصير هيك، لما نشوف حقيقة الأمور نقدر نتعامل معاه. أنا في بارت مني كنترولينج، في بارت مني بقدر أتعامل معاه. ولكن إذا أنا ما بدي أشوف هذا الموضوع وما بدي أطلع عليه لأنه أنا خايف الإيجو تاعي ينأذى. إذا شايف امشي مديحة، عم تحاول تزحف من قدامي. أوكي. إذا أنا موضوع بتطلع عليه، بليز خليني اسمع. إذا أنا موضوع معين عم بتطلع عليه وما بدي أشوف الأمور بحقيقتها ما رح يمشي. خليني أحكي لكم شغلة بالكوتشنج. لما أدرب ناس أول إشي بعمله بفرجيهم وين هم عم بيحكوا أشياء مش صادقة مع حالهم. مثلا يصير يحكي هذا موضوع فاهمه، وقولي سنة فرجيني نتائجه، كيف فاهمه أنت؟ هذا موضوع أنا عارفه. لا دي ارجع كيف عارفه؟ مين قال لك إنك عارفه؟ فلما يحكي أنا سمعته 8 سنين بس أنا مش فاهمه، في ريليس بصير بهاي الدقيقة. بتعرف كيف الانرجي كلها بتعمل كيف؟ بتذكر مرة كنت أدرب وحدة عم تحكي عن موضوع، قلت لها في إشي حاسه ورا، عم تحكي عن شهادة معينة وعم بتدرب عليها، I think إشي كان بالفاينانس وعم بتحاول تعملها. فبعدين لما قلت لها أنت حابة هاي الشهادة أصلاً؟ قلت لها كويس. قلت لها أنت بدك إياها؟ لما كان صادقة مع حالها حكت بتعرف مش مهمة إلي ولا حبيتها. تعرفين اللحظة اللي حكت هيك صارت إنرجي. قلت أوكي هلا نقدر نتصرف. بتحبي تكمليها؟ لو كملت الشهادة وقتها على الأقل تكوني عارفة إنه هذا إشي أنا مش كتير مقتنع فيه بس أنا بدي أكمله، فيش أي مشكلة. يعني مش عشانك اعترفت لازم تتركه. وصلت؟ عادي، أنا هذا موضوع مش كتير مهم إلي ولكن صرت مبلش فيه وبفضل أكمله هلا أو بفضل ما أكمله. اللحظة اللي تكون صادق في ريليس. فنفس الشيء الكذبات، لما النظام الأنظمة الظلامية تحط كذب 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 ورح يجي وقت. يعني تذكر مثلا الله يقول لك الحليب كويس، قوم الصبح افطر سكر وحليب ومش عارف شو، وهذا الشيء موصوف من الأطباء ممتاز، يكون 40% من السكر تدمن أولادك كلياتهم. ما هو خلص رح يجي وقت اللي بده يأكل هذا الأكل بده يكون ما بده يسمع ولا أي شيء تاني غير الشيء اللي عم بيحكوا لهم الشركات اللي مصنعة هذا الشيء. فإذا أنت بس شركات أدوية هي مصدر معلوماتك، أنت راح تكون بارت من أجندة تاعتهم، هم بدهم يربحوا على حسابك، تمام؟ فإذا دوم مصدر معلوماتك في الحياة إن هم اللي بيقولوا لك هيك كويس لصحتك وهيك مش كويس لصحتك، في شيء غلط بده يكون عامي حالك. سو هاي أول شغلة. ثاني شغلة فيرتشوال رياليتي راح أذكر فيها الموضوع، هي أصلاً راح أعمل فيديو، هي أصلاً خطة الظلامية، الخطة الشيطانية إنه يدخلك على واقع غير الواقع تاعك، لأنه بواقع تاني بقدر أسيطر عليك أكتر. خليني أعطوك إياها بالعربي. دائماً فرق الكرة القدم اللي بيلعب على أرضه دائماً إيش؟
اقوى تمام. مش دائما الفرق ضعيفه بيكون حتى الملاعب تاعتها مخزقه بيخلوها عاده مخزقه عشان الفريق الثاني ما يعرف يلعب يلعب منيح عليها صح. هم عارفين بالضبط متعود على لعب الحارات فهو بيخلي الملعب زي ما هو. او مثلا واحد مثلا لاعب عربي يروح على امريكا اللاتينيه صراخ وهاي بيكون مرعب بالنسبه له زي داخل على على مجزره صح. بس هناك متعودين على هذا الباشن المرعب صح. او تروح مثلا على اليابان فكل واحد على ارضه اقوى صح. فانا فاهم الارض تاعتي. فاذا انا بدي اسيطر عليك اكثر بفضل اجيبك كومبليتلي على ارضي اللي انا مبرمج الحيطان تاعتها ومبرمج الرموز اللي مكتوبه فيها ومبرمج الايموشنز العواطف اللي انت بتحسها واو خصوصا انا حطيتها هيك ها هلا هم اللي عم بيحاولوا يعملوا من خلال كل بروسيس اول شيء يوصلوا الناس من خلال الدي ان اي انه يدخلوا الانسان لمرحله السكون ومش سكون سبريتشوال ها سكون يعني انت ما عم تتحرك وما عم تحرك حالك لا ذهنيا ولا عاطفيا ولا جسديا فانت بتكون مستقبل اكثر تمام. فبعدين انا بعطيك عالم كامل بتصير اسهل ما اروح انا اطلع على الواقع تاعي اذا فيه الم فيه معاناه في عالم تاني اسهل لي تمام بلبس بنزل فيراري فيه اسهل بهداك العالم اكون شخص تاني. ولكن انا عم بسوق السياره جوا العالم المبرمج. فزي لما انت تدخل على ملعب شخص تاني بدك تعرف انه في ملعبه هو عنده افضليه عليك. هل معناته ما بتقدر تدخل على الملعب تاعه وتكون واعي؟ بتقدر. وانا كنت عم بفكر اليوم بالموضوع انه بروبلم هذا الاشي يصير راح اصير ادخل على هذا العالم شويه بكون بنيه بدي احط بالضبط ادخل احط بذور معينه من النور اغير اكمل اشي بالكونشس بس برضه راح تقدر تغير لمكان لحد معين عشان اذا انت بتغير انت في عالمه الميتريكس هناك راح تضوي هذا الزلمه عم بيلعب كثير هناك فبتصير الالجوريثم تحاربك بتصير خوارزميات تحاربك. وهذا الاشي هلا حرفيا موجود بالسوشيال ميديا اللي بيحكي اي شيء عكس القصه الرئيسيه الخوارزميات بتصير شو تساوي تحاربك بالضبط وبطرق كثير سهله بصير يقول لك انه اي حوار اوفنسيف ممنوع يدخل للناس فبيحطوه هذا تحت الحوارات اللي ما بتخدم الكوميونتي تمام. في مليون طريقه فانت عم تلعب بملعبه بدك تعرف انك تلعب بملعبه. هلا هم اللي بدهم يعملوه بدهم يخدروا العقل البشري بدهم يخدروا الجسد البشري وتصير انت ريسبتيف كومبليتلي بعد فتره هذا العالم عم بيبعدك عن انسانيتك. هلا مش الفيرتشوال رياليتي المشكله لانه لو شخص واعي عمل الفيرتشوال رياليتي ممكن تكون العكس تمام ممكن تخليك كونكتد مع قلبك اكثر اذا بتنعمل من وعي او مثلا تخليك تبني الفيجن تاعتك. انا كثير كنت افكر باشياء تخيل واحد يصير تبني الفيجن تاعتك فيجن الحياه تاعتك عن طريق الفيرتشوال رياليتي. فمش التكنولوجيا المشكله المشكله مين اللي بتحرك هاي التكنولوجيا وصلت. فاذا شخص لم يثبت النقاء تاعه ما رح يجي فجأة واروح اثق في كل التكنولوجيا اللي بنزل لي اياها. يعني اذا شخص اثبت بالفترات الاخيرة انه اي قصة غير الاعلام معناته بيحارب بيحاول ينسفها وبيحاول يمشي باجندة معينة في شيء اشكك فيه. يعني ما رح اجي اسلم له عيوني وقلبي وروحي ونفسي والايموشن ويتلاعب فيه تمام. حتى احكيكم شغلة انا لما احضر افلام بعرف انه اغلبها مبرمجة. لما احضر فيلم بتخيل قدامه زي طابة في كتير طبعا اشياء طاقة تعملها بتخيل قدامه زي الطابة بحكي اي برمجات ما بتخدمني تكون مفصولة عني. فحتى لما احضر ما يعني لما انت تحضر بتكون عادة بحالة استقبال تمام بريسبتيف ستيت. فبرضه بدك تكون واعي. او مرات بكون بحضر وبكون بعمل مانترا او بحكي اشي جواي كلمة جواي. فمش الفكرة ما نوت تو ريلاكس تحضرش ولا موفي بالعالم مش هيك الفكرة بس تكون واعي انه كل هالاشياء فيها برمجات على الاغلب. اغاني الاغاني العادية كتير انا يعني مش نادر بالنسبة لي هلا ازعاج فبسمع سيكريد سونجز او اغاني زي اللي بتغنيهم كانت مديحه واشياء بالضبط اغاني مديحه اشياء سيكريد سونجز لانه اغاني عاديه صارت حتى الفريكونسيز اللي وراها مزعجه وفيها كيس والكلمات كلها اذا بتلاحظوا اتعذب اتدمر تركني فموتت راح انتقم منك راح افرجيك اليوم اللي انت نزلت دمعه راح انزل لك 65 دمعه وهاي انتنسيتي بالضبط فيري لو فايبريشن. ليه؟ مش عشان هم اللي عاملين الاغاني عاطلين لانه هاي الاغاني اللي بتبيع مع الوعي الجمعي تمام. غالب الناس بيكون زي توافق بيناتهم انت حط اشي عالي بالفريكوينسي لا الناس ما عندها توافق رح يضايقها. فبدأ تكون واعي على اللي بيصير انه لترا اللي هي تغيير النيتشر الطبيعة الانسانية لطبيعة اكتر روبوتية هي عملية تهجين. فكل ما انت تكون واعي على هذا الدايركشن ما بتكون بارت منه فبصير تقعد بكوميونيتي بصير تستخدم قلبك بصير تنتبه انه مش كل شيء بالعالم
مادة مادة مادة، في روح الأمور، في علاقات الأمور. حتى لما أطلع على السيارة بدل ما أشوفها بس إنه هي مادة، أطلع على التفكير اللي طلعت من السيارة والقيم تاعت السيارة، وليش عملوا هذا السيارة، وهذا اللون شو بيمثل في حياتي وشو بيعبر، مش بس سيارة بدي أروح أطلع فيها قدام الناس يشوفوني. فبتصير تفكر في عمق أكتر، وهذا جدا هذا عكس كومبليتلي هم بدهم إياه. هم اللي بدهم إياه أنك أنت ما تفكر to completely become matter، أوكي، عالم مادي. ليه؟ لأن القوة الظلامية برضو في ناس بيحركوها، والناس اللي بيحركوا القوة الظلامية اللي بيتحكموا فيها هلا بدهم الناس يكونوا مادي أكتر من روح، عشان هذا اتجاه القوة الظلامية. هلا في أسباب تالية هم بدهم إياها تكون complete مادي. أنت ما بدك تنهي عالم المادي، أنت بدك تكون روح عم تحقن نفسها بعالم المادة. روح عم تحقن نفسها بعالم المادة، وصلت؟ فهذا اللي انت بدك تعمل اياها، which is completely عكس البروسيس اللي هلا عم بتصير. اوكي خلينا على الخفيف. نرجع لايت خفف الموضوع. كويسة امورنا، كويسة طيبة يا جماعة. بس بدي احكي لك كل الناس كل عام هم بألف ألف 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 خير، بتمنى لهم سعادة، بتمنى لهم بركة، بتمنى لهم حب. خذ هذا الموضوع بتسلاي القراءة الطاقية، ما تأخذ كل شيء سيريوس. إيهاب حكى هيك معناته أنه بكرة ما رح أطلع على الشغل. مش هيك، خذ الأمور بسلاسة أكثر، استمتع بالحياة. وبتمنى 2022 تكون سنة هادية رايقة عليك، شو ما عم بصير برا با 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 أنت تكون رايق من جوا، يكون عندك حب أكثر لحالك، للإنسانية، لكل إشي عم بصير في الحياة. كل ودي وكل سلامي، وبتمنى لك سنة رائعة. شكرا لكم. وبدي أضيف كمان شغلة جدا مهمة، إنه إحنا هلا عنا كورس التجلي السريع. كورس التجلي السريع هو كورس جدا جدا منظم وهندس بطريقة معينة، إنه يساعدك ترتب أهدافك وتحقق أهدافك، لأنه زي ما حكينا هذا الشيء جدا مهم ب 2022 تكون مركز ماشي بالطريق المتناغم معك. في طلاب من كل أنحاء العالم سجلوا، من آلاف الطلاب من كل أنحاء العالم، فهذا الشيء بناديك. راح أطلب منك تسجل الكورس، لأنه already في وقت راح يسكر فيه، أتخيل ضل 4 أو 5 أيام، اتأكد من الرابط تحت أو فوق، ضل يمكن 4 أو 5 أيام. إذا هذا الشيء بناديك سجل بالكورس، لأنه راح يغلق. هو في كورس جدا عميق وجدا قوي، وشيء أنا فخور إني أطلعه إليك وللجنس البشري حتى يساعدك تمشي بالطريق المناسب لك. وشكرا. وكمان شغلة بدي أضيفها هلا ذكروني فيها، إنه إحنا هلا في يوتوبيا، واحد من أكثر الأماكن اللي عزين على قلبي هو المجتمع اللي بنيناه أنا ومديحة وناس قادم من أروع 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 الناس اللي أنا تعرفت عليهم في حياتي. فإذا بتحس هذا الإشي بناديك، أنت ساكن ضروري بالأردن يكون، صح؟ أنت ساكن بالأردن، في لينك راح تحطوه تحت عشان ما احكيش شيء ما يطلع مزبوط. اوكي، فرح نحط لينك تحت اذا بدك تقدم ليوتوبيا، لانها جد مجتمع راقي ولذيذ وحلو. هو مش موضوع انت جاي عشان ايهاب ومديحه، هو مش قاعدين احنا بنعلم فيه طول الوقت، هو موضوع غير، هو كونكشن بين ناس مهتمين بالوعي، مهتمين بالرقي، ومهتمين يفهموا حالهم اكثر، ويعطوا ويعمروا ويضيفوا، عندهم 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 كرم عالي للعطاء. فاذا بتحس انت هاي القيم متناغم معك، راح اطلب منك تقدم ليوتوبيا. شكرا شكرا شكرا.